اشتكش ولا مشرب ولا مشرب اللي ده مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري. أنا إبليس، أنا إبليس صاحب الرواية العظيمة اللي طلعتني من الجنة وودتني على النار. أنا إبليس ومعايا عشيرتي اللي بيسمعوا كلامي لمجرد مناديلهم. أنا إبليس اللي يعرفني الصغير قبل الكبير. أنا سبونجي بوب 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 أصفر ولموني، أنا سبونجي بوب بوب أصفر كموني. ما تعمد يا ابني بقى في حتة، أنت إيه؟ راكبك شيطان؟ شيطان؟ يعني إيه شيطان؟ الشيطان ده عفريت كبير. آه شكله وحش. ليه كده يا عم؟ له هرون كبيرة، صوته مرعب ومخيف، ليه ديل طويل قوي يحرق كل اللي يلمسه. لا وي بياكل العيال الصغيره ويقرش عظمه ويقرش عظمه. مش عايز حد يقرش عظمه. ايه القرف ده؟ ماشي اهي سمعه والسلام. أهلي كلهم وكل عشيرتي يسمعوا كلامي بمجرد مناديلهم. يا معشر الشياطين، يا معشر الشياطين، أمرك يا إبليس. أمرنا يا ملعون. النشيد الوطني للشيطان الرجيم. خلي الشيطان شاطر 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 دارارارام. لو نامت الدنيا الشيطان على طول شاطر دارارارام. ديلي في ايديا وسوستي في عينيا دارارارام. خلي الشيطان الشيطان شاطر شاطر. كان معكم ثنائي الشياطين في أغنية من ألحان عاصي الحلاني. أمرنا يا إبليس، النار اللي جوايا هتطفي. أبوس إيدك خلينا نوسوس، عايز آخد ذنوب. أنا عايزكم تنزلوا على الأرض. أيوة. تروحوا توسوسوا للناس، خليهم يحاربوا بعض، يقطعوا بعض، يكفروا، ما يبقاش فيهم أي واحد مؤمن. روحوا. أمرك. تعال. أمرك. روحوا. أمرك. تعال. أمرك. روح. اللي انتوا شفتوه ده كان فلاش باك لما كانوا زمان بيسمعوا كلامي لمجرد ان انا نمت 200 سنة بس قيلت شوية صحيت لقيتهم ما بيسمعوش كلامي. يا معشر الشياطين، يا معشر الشياطين، ما تخلص يا عم الحنجرة مش عارفين ننام. عم الحنجرة وصلت لعم الحنجرة ما بقاش عندي هيبة زي ده. ايه ده؟ ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير لا احم ولا دستور؟ ما
بلاش حكاية الدستور دي. طبعا بتفكركم فشلكم ان انتوا ما قدرتوش تمنعوا الناس يروحوا للاستفتاء يا فشلة. ده ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير استئذان؟ خلاص بلاش اقولك. بلاش تقولي ليه؟ هي حاجة قبيحة؟ يا ريتها كانت حاجة قبيحة، ده انا مش بعيد لو قلتلك يجيلك جلطة في ديلك. إذا كان ما جاليش جلطة يوم ما اتطردت من الجنة، هيجيلي جلطة عشان اللي أنت هتقولهولي؟ قول! طب اسمع يا بيسو. بيسو؟ بتضايقني، حلو، أنا أحب اللي يضايقني ويستفزني، قول! البني آدمين. إيه مالهم بقوا مؤمنين ولا إيه؟ لا، البني آدمين كده كده بيقطعوا في بعض. طيب الحمد لله. الحمد لله؟ مين قال الحمد لله؟ ازاي كلمة زي دي تتقال عندي في العرش بتاعي؟ انت اتجننت؟ مش انا. امال مين؟ معرفش. مالهم البني ادمين؟ البني ادمين يا بيسو ما بقتش تأثر فيهم وساوس عشيرتك وعيالك. ايه؟ جابوا مضاد للوسوسة وبيستخدموه ولا ايه؟ ما تصدرش احكام سريعة يا بيسو يا حبيبي، عيالك بقوا فيستك. فيستك؟ انا عيالي فيستك؟ عيالي اللي انا مربيهم على الحقد والكراهية يبقوا فيستك؟ ازاي؟ عندك البت فتنة بنتي، دي أكتر واحدة بتعمل فتنة في العالم كله، دي رضعت زبالة من أمها، الله يكحمها ويبشبش الفحمة اللي تحت دماغها. ولا الواد شيطون ده مرة وسوس لي إن أمه بتخني مع شطان تاني، خلاني ولعت فيها، في النهاية تقول لي فيستك؟ بتتنك عليا يا بيسو بعيالك؟ راشق في حوار تناكة وخلاص؟ خدوني معاكوا لأركب تاكسي؟ ما خدوني معاك ولا فس العجل يا هبل. مالهم عيالي دول؟ عيالك يا بيسو خلاص بقوا ضايعين، ما بيعملوش اي حاجه يا بيسو. انا عيالي كده؟ اوعى تغلط في عيالي، اوعى تغلط في عيالي، لحولك لكلب. اسمع الكلام. اسمع الكلام؟ ايوه، انت اساسا شخص تافه، عيل اهبل. عيل اهبل دي اخرتها يا بيسو، بعد ما ربيت عيالك وهم صغيرين وكنت بشيلهم على رجلي ويعملوا ببي نار ويجيلي تسلخات في ركبي والف اقلب الصيدليات عالكناكوم بملقهوش، تقولي يا معفن؟ ايوه طبعا طبعا، لان اساسا التسلخات اللي عندك دي التصاق فخدين، ملاش علاقه بعيالي. مالهم؟ اخلص. عيالك كل يوم يا عم الشيطان خربينها في شيطانها كلب. شيطانها كلب؟ بيروحوا ديسكوهات وسايبين شغلهم؟ فين شيطانها كلب ده؟ هقول لك. فين شارع السعير؟ عارفه. عارفه؟ خش من شارع السعير يمين. من عند سيد الكافر؟ ايوه من عند سيد الكافر. هتلاقي حفرة نار كده، فوتها وما تطلعش طلعة اكتوبر، تمام؟ عدي بعد الطلعة دي على طول هتلاقي شياطين واقفين بتكاتك كده. تكاتك الفاسق؟ ايوه تكاتك الفاسق صح. اسأل أي شطان هناك ألف من يدلك. ماشي ماشي ماشي. الشر عليكم. عليكم الشر وغضب الله ولعناته. ربنا يسامحك. ماشي يا عيالي، مش شايفين شغلكم وبتلعبوا. ماشي يا عيالي ماشي. ايه ده، انت شطان أجنبي ولا ايه؟ ايه؟ كده اضطر استهلك اللغة بتاعتي كاملة. طيب do you know fitna and shaitun? Do you know where هم؟ What do you do? What do you do? What do you want? What do you want? ما الجامعة ومش جاي البروفة بكرة. What do you want? شيطون my son, do you know where? Now everybody drugs شايتون. من بتاعة البني آدمين. فتنة يا جماعة يا جماعة، مش عايزين الدراجز تنسينا أهم حاجة النهاردة، الفالنتاينز دي لازم يكون في حب كبير ما بيننا، حبوا بعض حبوا بعض. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب اللي بيحصل هنا ده؟ كل الشطان مكانه. ده بابا وات
ايوه بابا، سايبين شغلكم وقاعدين بتلعبوا؟ بابا انت صحيت من النوم؟ صحيت اغفل شويه اصحى الاقيكوا كده، ده انا هفرجكوا. بس ايه الدخله دي يا برنس؟ يا جماعه بس يلا يا جماعه، ده بابا ابليس الكبير. بس حلو الطقم ده، انت جايبه من التوحيد والنار؟ مين ده؟ واحد من الديلرز بتوعي. ديلرز؟ وعشان الدخله الحلوه دي انا هعمل معاك الصح. الصح؟ ابليس يتعامل معاه الصح؟ ده اللي انتوا بتعلمه لهم يعملوا الصح. اضرب يا ابليس. اضرب؟ اضرب. غاب يا بابا، يا بابا ما يصحش اللي انت بتعمله ده. عايزهم يقولوا عليك ايه؟ شيطان غير متحضر؟ ارجوك اعتذر له. اعتذر له؟ فاضل تقولي لي اصلي لي ركعتين كمان. يا بابا شكلنا بقى يكسف. يكسف شيطان ويكسف، يا خيبتك في عيالك يا ابليس. يا بابا خلي الحاجات دي لما نبقى قاعدين لوحدينا. حالا هنبقى لوحدينا. ايه ده يا بابا؟ انت جاي تستعرض قدراتك؟ شيطان واطي بقى تقول ايه؟ يا بابا دول صحابنا وانت كده جرحت مشاعرهم. مشاعرهم؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل لي ده؟ استحالة انتوا تكونوا عيالي. مشاعر ايه؟ ده اللي انا علمته لكم؟ ده انا لو علمتكم في الازهر مش هتقولوا كده. ايه اللي بيحصل؟ على فكره، على فكره احنا اشقياء قوي، وخد دي عندك، احنا شقاوة فينا بس ربنا اللي هدينا. ربنا اللي هديكوا؟ اتعلمتوا الكلام ده فين يا عيال؟ العين صابتني ورب العرش نجاني. انت جبت نص نقل ياض ولا ايه؟ يا بابا اللي انت بتعمله معانا ده ضد حقوق الشيطان. ضد حقوق الشيطان. واضح ان انتوا انضميتوا لحركه ستة ابليس. يا بابا كفايه. وكمان كفايه، يا نهار اسود. يا بابا ان جيت للحق. حق؟ ابليس يجي للحق؟ لا لا انا اسفه، انا اسفه. ان جيت للباطل، احنا حاولنا نعمل مظاهرات قدامك بس قلنا ما ينفعش. طبعا، عشان الخروج على الحاكم حرام شرعا. لو انت صادق، عشان انت بابا، ما ينفعش نعمل معاك كده يا حاج. حاج؟ انا حاج؟ امال كنت في الحجاز بتعمل ايه؟ كنت بشتغل، كانوا بيرجموني هناك. وانا عاطل؟ وانت صحيت دلوقتي ليه؟ صحيت اشوف الخيبه اللي انتوا فيها. يا اولاد، مش عايزكوا تنسوا مهمتكم، عايزكوا تنزلوا للناس وتروحوا لهم توسوسوا لهم تخلوهم يرجعوا كفره تاني. ها؟ مش عايز الاقي واحد مؤمن خالص، فاهمين ولا لا؟ فاهمين، بس يا بابا البني ادمين بقى الشر ماليهم لوحدهم، ما بقوش محتاجين شياطين. لا اكيد محتاجين، اكيد في ناس هتلاقوهم لسه بيعبدوا ربنا ولسه خايفين من عقابه، هم دول اللي انتوا هتروحوا لهم. دوروا عليهم في كل حته، في امريكا، في الهند، في السند، في بولاق الدكرور، في اي حته في العالم، لغايه ما تلاقوهم وتروحوا تشتغلوا عليهم. وليه وجع القلب ده كله؟ ما نعمل سيرش على جوجل. جوجل؟ ده شطاني ده ولا ايه؟ حاجه كده. عايز ايه؟ عايز تعرف ايه؟ اكتب لي المدينه الفاضله. المدينه الفاضله اسمها يوتوبيا. يوتوبيا؟ فين اليوتوبيا دي؟ في مصر. مصر؟ حلو، احنا هنروح على يوتوبيا، هنوسوس للناس، الناس الكويسه اللي في المدينه الفاضله دي هنخليهم يرجعوا كفره. اتفقنا؟ اتفقنا. الضحكة الشيطانية، واحد اتنين تلاتة. يا حلو صبح، يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح. يا حلو فل. هي دي المدينة الفاضلة؟ ايوه بابا، هي دي المدينة الفاضلة. وادينا حرتنا الارض من شرقها لغربها، ما لقيناش حتة اسمها يوتوبيا غير هنا، والحارة مكتوب عليها ايه؟ اليافطة اهي، يوتوبيا. يا ابني مدينة فاضلة ازاي؟ ده المكان هنا شكله ما يريحش. معلش معلش، بس اكيد في ناس كويسين في المدينه دي، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا بابا. انت متاكد اننا مختفيين؟ طبعا يا ابني مختفيين، احنا شياطين يا ابني.
يلا اشمعنى خايف ليه؟ عشان امن الدولة. امن الدولة ماله يا ابني ومالنا؟ انا سمعت البني ادمين بتقول ان امن الدولة عارف الشيطان بيعمل بيبي فين. انا اتكسف. خلاص امسك نفسك يا ابني لغاية ما نخلص المهمة. يعني احنا مختفيين؟ مختفيين يا ابني. امال انا شايفك ازاي؟ يا ابني احنا شياطين انت اهبل. شياطين احنا نشوف بعض هم ما يشوفوناش. اوكي اوكي على البركة يا بركة؟ ما اقصدش والله. والله؟ انت بتروح جوامع من ورايا ياد ولا ايه؟ يا احلف يا والله. ها والقرون دول اللي على راسك يا بابا. يلا بينا يلا بينا. يخرب عيلك يا جنرال. ايه ده؟ الحقيقة معلمة مكتوب ايه في الجورنال؟ ايه؟ بيقول لك قال ايه؟ مطلوب عروسة. طب ابعت مواصفاتي. انا يا معلمة. الف ب كاف ايه؟ ابكي. ابكي يا جنرال. الف انيكا. السلام. ب بقرة. بشوشة. الله. كاف كلبة. كروية الشكل. الساحرة المستديرة. ياه يلا تعالى. نسيت حاجة يا معلمة. ايه؟ واو ايه؟ والنعمة كدابة. فين غلة النهاردة يا جنرال؟ ايه يا معلمة الغلة اهي 20,000 جنيه كلهم برايز. بس الغلة خست كده ليه؟ امال لو ما كانتش البلد خربانة والناس نازلة دب بعديها. كله مش زفت كباشا. ماله التين؟ تين على دماغه ودماغ اهله. الواد امبارح رجع لي اخر النهار بقول له فين الغلة؟ قال لي ما سرقتش. يا نهار اسود، يعني ايه ما سرقش؟ انا سألته السؤال ده برضك يا معلمة، قال لي ضبه. ضبه؟ ضميري بيوجعني. يا نهار اسود تاني، يعني ايه ضمير؟ وده ليله امتى؟ والله ما اعرف يعني ايه ضمير اصلا يا معلمة. الكلام ده ما ينفعنيش. الزين مين اللي لعب دماغ الواد ده؟ جيم نون ألف. نون ألف نحو الأمية. الواد بيروح نحو الأمية. بتوع ألف بهتيه. ألف بهتيه. وطبعا عارفة أن ألف احترس من التدخين. بيه. بلاش تضرب مخدرات. بيه. تعال انتو. ولود الحرام. ولود الحرام. ولود حرام. أنا الكلام ده ما ينفعنيش يا جنرال. أنا حكاية بتاع الواد ده خلاص. الواد ده دم ما بيسراشي يبقى تهيه. تهيه. تقطع يده. انزرو. أموت في الانحراف. يه ألف يه ألف يه ألف. يعني ايه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح. ما بيسرقش هيقطعوا ايديه. هي دي المدينة الفاضلة؟ ايوه هي دي، اسمها يوتوبيا والحارة قدامكم اهي مكتوب عليها يوتوبيا. يوتوبيا دي ولا مش يوتوبيا؟ خلاص خلاص خلاص، اكيد في كل مكان زي ما في ناس وحشين اكيد في ناس حلوين. هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم يا ولاد. صح يلا. بابا يلا ماشي. جميلة جميلة أنا آسف يا جميلة. ما تقولش آسف، أنت مش بني آدم، أنت ندل ندل. والله يا جميلة اللي حصل ده غصب عني، أنا ما كنتش في وعي بصراحة. ما كنتش في وعيك يا جميل؟ طب أنا ذنبي إيه يا جميل؟ ذنبي إيه؟ عينة تانية من يوتوبيا أهي. مالها؟ ما زي الفل أهي وكويسة. زي الفل إزاي؟ أنت مش سامع البنت دي بتقول إيه؟ دي منحلة أبوها ما ربهاش وتستاهل الحر. ما نقول بالمرة بقى إن إحنا نقيم عليها الحد يا بنت. يا بابا مش قصدي، انا قصدي بس اقولك ان هي شريرة. بالعكس دي طيبة جدا. هي لو ما كانتش طيبة ما كانتش حست بتأنيب الضمير. واضح انها خايفة من العقاب السماوي، عشان كده بتأنب نفسها هي والواد لهبل اللي معاها. هم دول الناس الطيبين اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا يلا. جميلة حاولي تنسي. طيب يا جميل. انسى ازاي يا جميل؟ ده انا عملت اللي عشان اوزع ابويا ويسيب لنا الدكانه فاضيه شويه ونعرف نقعد مع بعضينا. تقوم تقعد معايا ساعتين تحت البنك ما تقوليش فيهم ولا كلمه قبيحه. ايه ده؟ ده ما يجيش في دماغ انا اساسا. ده انا ياما استنيت اللحظه دي يا جميل، اللحظه اللي الاقي جايه عليا فيها وتبص لي بصه سافله. بس يا خساره طلعت بقف. ليه كده يا جميل ليه؟ طب اعمل ايه يا جميله؟ انا كنت فاكرك مؤدبه يعني، ما اعرفش انك كده. وانا كنت فاكرك بتفهم. طب خلاص اللي اتكسر يتصلح. لا اللي متصلح هنكسره وهبص لك بصه سافله اهو. بقي اهو كده الكلام يا قفلي. يلا بينا. استغفر الله العظيم. ايه ده بابا بيعملوا ايه؟ بس يا بنت انا مربيكي عيب. هو واضح كده ان احنا فهمناهم غلط خالص. قصدك اننا منحوسين؟ طب بقول لك ايه؟ ما نشوف حد تاني ولا اقول لكم احنا نشوف مدينه تانيه؟ بالعكس هي دي المدينه اللي احنا هنشتغل عليها وكبرت في دماغي، وانا ما بتكبر في دماغي انا دماغي دماغ شياطين. هم دول اللي هنشتغل عليهم. بص يا بنت
نعم. فتنة. أكيد البت اللي ورا البنك ده ها ليها أب. أنا عايزك تستخدمي أسلوبك وتجيبي لي أبوها على هنا. حاضر، بس وسعوا كده. يلا بينا. لا حلو، حلوة هشاوي صحيح. كفك وهشاوي راح فين؟ لا ده كان قاعد جنبي. يمكن انا لفيت غلط. الله الله الله، طب ايه بقى اللي جاب البيت في الخمار؟ مغشوش انت. اديني جبته لكم اهو. حلو، وسوسوا له ان هو يروح يشوف بنته. أكيد هيشوفها في الوضع ده، لا يقتلها لا يقتلوا لا يجوزهم وبعدين يطلقهم وبعدين يقتلوا بعض، لازم يبقى فيه شر. اشتغلوا. روح شوف جميلة. جميلة لوحدها في المحل. روح شوف جميلة باعت إيه النهاردة. يا ترى بتعمل إيه في قلب المحل؟ ما أروح أطل على البنت جميلة وأشوفها باعت إيه بقى. يلا. إيه عم سرحان يا فضحتي؟ ايه اللي انا شفته تحت البنك ده؟ عم سرحان ارجوك افهمني. افهمك ايه يا جميل؟ انت بتطعن في ظهري، بتخني، وبتلعب بدلك مع بنتي من ورايا. يا دي الديل اللي شابكينه في اي حاجه. ليه كده جميل؟ ليه كده؟ قول لي ليه؟ دري يابا، هو انت كنت شفتنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ امال يا بنت كنتوا بتعملوا ايه تحت البنك يا بنت؟ كان بيحط لي قطره، حط لي في العنجي وكان فاضل العنجي. طيب مش تقولوا كده من الصبح؟ خلتوني اظن فيكم زن بطال. اللهم اخزيك يا شوشو. وبقيت شوشو. انا بقيت شوشو. استغفر الله العظيم يا عم سرحان، شفت الناس بتظن في بعض ظن مش حلو ازاي؟ شفت؟ معلش بقى ما تاخذنيش يا ابني، برضو انت عارف ان انا اب، عارف الاب اللي يخاف على بنته قد ايه. طب. وانا والحمد لله معود بنتي على الادب والاخلاق والفضيه من صغرها. يعني تقدر بنتي مثلا يعني تطلع كده يعني البيت بعد الفتح؟ ده كان يقطعني حتت ويرميني للقطط. سامع؟ ونعم الاخلاق والفضيله. طيب حيث ان عجبتك الاخلاق بقى، انا هسيبكوا تحط لها اطرف العين الثانيه. بس يا جميل جميل اخويا مش هوصيك بقى. ما تخافش يا عم سرحان، دي بنتك دي فوق راسي والله. تمام، هسيبكوا انا بقى وتستمتعوا كده. هبا نايس تايم، وقت سعيد. يا راجل يهبل. يلا بينا. يا بابا يا بابا، انت متأكد ان احنا شياطين؟ مش عارف يعني. بس ما تقلقوش. ايه ده؟ انفعل. ايه ده يا بابا؟ في ايه؟ انفعل يا ايه ده يا بابا؟ انفعل، ولع الدنيا حواليك يا قال ايه؟ بيقول علينا احنا شياطين. ايوه كده. يا ناس انت فاري قد يا ناس، انا بقى قتل 2-3 النهاردة كده عشان دماغي رايقة، والمصحف كنت بعرف افتحها. النبي سقف للنبي يا اخوانا، كده سقف للنبي. الله اكبر. انت فاري قد يا ناس؟ طب مين ياض يا كلب انت؟ انا النص. طب مش النص اللي انا عايزه؟ انا النص التاني اللي انت عايزه. وانت ايه بقى يا؟ هتدخل على جزئين؟ والجزء التالت هينزل في رمضان. طب تعالى بقى يا حلاوه. لحظه، خش يا انت جوه عشان في كلام ناس كبار. انا خايف. خش بقول لك. يا تعالى يا عايز اسالك. خد يا إيه؟ ده انا جاي النهارده بعمل معاك واجب السنين. ومش مكفيك اللي انت عملته قبل كده وانا غريب يا سلخاوي؟ يا بحبك يا الله يو. اي لاف يو. الحقوا واحد جايب واحد صاحبه عشان يعمل معاه واجب السنين. قلت لكم هنلاقي ناس طيبين وبيحبوا هيعمل معاه واجب، دول اللي نشتغل عليهم. يلا زي ما انت يا يلا بقى عشان الصوره تطلع حلوه. ده دم يا. وهروح ازاي؟ انت ساكن فين يا؟ في الهرم. اركب من الجيزه وروح عادي، انت هتشتغل نفسك. وهو انا تايه وبسالك على الموقف؟
امال انت عايز ايه يا؟ اروح لامي كده ازاي؟ اسال اخوي كل يوم متعور منك يعني. هتروح لامك يا انت؟ تفضل طول عمرك جبان؟ انا عايزك قلبك ميت. قوم اقف يا. انا واقف. قوم اقف. خدي المطوه دي. لا بدرس. يا دي امسك المطوه يالا. يا عم لا بشعر. امسك خلص. اهو. عورني في وشي. يا نهار اسود ما اقدرش. خلص عورني. ما اقدرش انا. طب هات قول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره دي. ضاع من عمري سنين في الخوف. ضاع من عمري سنين في الخوف. تمام خلاص. انت مفيش امل منك يا. ليه طيب؟ على الطلاق مفي امل منك. هتعمل ايه يا مجنون؟ تعالى يا عم حقتني. هو احنا في فيلم ابراهيم الابيض يا جدعان؟ انا اتخنقت. انا جالي احباط. جالي احباط. ما تقلقوش يا ولاد ما تقلقوش. انا هغير الخطه. احنا هنلبس لبس البنادمين وهنظهر لهم زيهم بالظبط وندس في وسطيهم. اول حاجه هنعملها ان احنا نخليهم يبقوا مؤمنين. ايه؟ ابليس هيهدي الناس؟ القيامه قامت. هنتسخط. انت بتقول ايه؟ قول بقى انك بقيت مؤمن. قول انك مؤمن. ابليس بتاع معصيات مش بتاع سندوتشات. احنا هنخليهم يبقوا مؤمنين الاول وبعد كده نقوم وسوسين لهم يرجعوا تاني كفرة ونمارس شغلنا. يا ابن الايه يا بابا؟ ده انت طلعت عفريت يا ابن القرون دي على ابليس مش واي فاي. يلا بينا لاخر مرة هنضحك الضحكة الشيطانية. واحد اتنين تلاتة. صدقوا دي احلى. احنا هنعمم الضحكة دي عند كل الشياطين. قولي. تمام قول. ايه احنا شياطين؟ بس رجاله. قول ورايا. هي 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 هو 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 هي هي هي. يا سفله. يا اخيرا نزلت كوكب الارض. هموت واشرب شيشه. ايوه يا ابلوس. شطاوطو فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق. ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا. كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا. خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم الاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر. الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلاص واجيلك. وانا هوصل مشوار واجيلك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمه اقول لك على حساب الغله اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمه. احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، انا خدت منهم 70,000، يبقى انت ليكي كام؟ سه ألف. سه ألف؟ ثلاثة آلاف. جاني يا جنرال. الله ينور عليك. الو، ايه يا حماده؟ ايه يا حبيبي؟ طبعا بحبك وبموت فيه، ده انت اكتر واحد بحبه في الدنيا دي. يا نص يا نص يا نص. انت فين يا ده نص؟ نص نص عايز ايه؟ تعالى ياد هنا ياد. انا نويت والنية خالصة لله ابقى بلطجي. يا رسود منيل. ايه يا كسل خب احنا حياتنا والنبي. يا تسال اخوي ايه ياد ده كمان ياد؟ ده شبه الزعافة. ياد انا عايزك تركز معايا. انا خلاص عملت سكة جديدة في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصورة الكفر علشانك يا يارا انا لبستلك النضارة. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا اخاف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد انا عايزك ياد تبقى زيي. ياد عايزك تبقى زيي زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا. انا عايزك تقول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش خايف. امسك ياد انت شكلك هايب اللحظه. الدهاني في وشي. انا كتير. لا ده شريط شيرين الجديد ياد. الدهاني في وشي. هو انت ناقص يا سيدي معلم. يا ده اخلص. خد اشاره البيت. يا ابني المفكوكه علمك تعلم عليا. انت اللي جبته لنفسك بقى. الله الحق ناس الاخاوي. يا نص مالك.
الواد علم عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا؟ الواد النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ يا ابن المجنون انت عبيط. انت ادونا فرصه بقى النهارده في السلخاوي. انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا لا. انا اللي عورني اقتله يا. شاهد على روحك يا. اتشاهد يعني على روحك. يا عم انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا؟ عاملها لك مفاجأة. تعالى. أنا خلاص بقى أنا جعان، أنا هسلق الواد ده وأكله. وحشي رز. ولا أقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده. من عينيا. يلا بينا. يا دي الأخبار اللي ما تسرش يا معلمة. خير يا جنرال. بيقول لك بقى الإيه؟ من كثرة ما يعانيه الشباب من الفقر والبطالة، نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا إله إلا الله. والنصف الآخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟ أني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد. استبحثت يا معلمة، وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمة، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش آذى يعني. لا منه يا معلمة منه، أنت فاكرة الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ حق يا جنرال، ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. أموت في الانحراف. بتقول إيه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي إيه؟ طيب يا عم يلا اخرق انت يلا تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح. هقول لك عايز ايه. بص بص يا سلخاوي، الواد اخويا الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. انا بكره المدرسين كلهم يا. مش دول بتوع قطات الصغيره اسمها سميره وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيره؟ مش هم دول؟ يا عم فكرتني. صح هم دول. انا بقى لو شفت مدرس هموته يا. بص انت مدرس يا؟ يا عم مدرس ايه؟ حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي لسه بتفتكرني دلوقتي. طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قولي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البنت دي خدودها بيضا والقطنة ما بتكدبش. البنت دي اسمها ايه يا؟ هدى. بيقولوا انها دكتورة. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها عامل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي عشان انت عارفة ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل. شيخة. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبنت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. يا مرحب بالسكان الجداد. والله الحاره نورت. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي لو حد كلمكم هموته. انا عندي جثث كتير مش عليها جوه يا دكتوره. لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل. عايزه ايه؟ جثه؟ لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها الدعم ده كله. لا هي دكتوره في الادب، مش الادب اللي حضرتك عارفه انه عكسه قله الادب اللي عندك. يعني لا، يعني الادب اللي عندها ده نوع من انواع الفنون. فنانين يعني؟ لا ده احنا ربنا يكرمنا مع بعض، واحتمال على الطلاق لاعمل لك اغنيه يا بنت هتفلقي العالم. تعالى افهمي. تعالي استاذ. افندم. عايزك تديني درس، عايزه اتعلم اقرا واحد. بس كده من عينيا الاثنين. طب تعال ما نتفق. اتفضلي يا ده ناس. معلمه هات لنا الشاي. بلبن. بايه؟ بحليب. لسه ما اتفطمتش. بقول لك ايه يا عم الشيخ. ايوه يا بنتي. انا عايزك في كلمتين. خير يا بنتي؟ لا لا لا، دول كلمتين سر يا اخويا، اخاف اقول هنا حد يسمعني. تعال معايا عند الدكانه. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ بص يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتير قوي ونفسي اتوب بقى. جميل جميل جميل. ايه ده، انت عرفت منين انه جميل؟ لا مش جميل، لا جميل ان انت تعترفي يعني بذنوبك، وده بدايه طريق التوبه يا بنتي. علام
على ما يا معلمة اللي انت عايزة تتعلميه وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 ناطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخ جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمة تتعلم ليه؟ خايفك شايفه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني في حساب الغلة بتاعت العيال اللي بيلعب في نصها. ايه ده يا معلمة؟ انت بتشك في ذمتي؟ لا على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي؟ ليه يا معلمة؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي سابق. الحمد لله. ومدير اعمال شيخة منصر حلية. فضل ونعم. هتكون مين يعني؟ نونسين. نونسين؟ نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. غور في 60 دقيقة. انا غور في 60 دقيقة؟ تصدقي ان انت وليا واو 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 وليا واطية. انزراف. اموت في الانحراف. الاستاذ هو اللي هيمسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعة ما ايه قصاد دي؟ يا ست انت هتذليني عشان تتعلمي؟ جرى يا استاذ؟ هو العالم فورة تحطولي في نص كوباية ماء الشبت وتعلم؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعة من الرعاع والسريحة اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش؟ ما انت هتاخد عرقك وبشرب. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم شيخ؟ اصل الواد كان مزده قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان فيه قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله 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 الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم شيخ؟ ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا ان ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان ماشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ جرى ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغوي دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده انت سخنتي يا عم الشيخ. ايوه تهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. ها قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزنا نشتغل رقصه؟ ده منظر رقصه يا بنت تنيلي. هي الاغنيه فيها شويه رقص، وبعدين انت مش فنانه؟ ما هو الرقص ده ما هو ايه؟ ما هو فن. انا واخده دكتوراه في الادب. ما فرقتش كتير من قله الادب. تمام. هي كلمه اشفوتيها تاخدي 10000 جنيه في اليوم. ها الرقاصه بتاخد 10000 جنيه في اليوم؟ ولو انتمتي مع واحد خليجي احتمال تاخدي بالريال القطري. طيب اديني فرصه افكر. فكري يا حلوه براحتك. عموما لو ماشي اديني رن، انا قاعد هنا مستني. علمني الحب، علمني علمني يا ست. انت عايزه مني ايه؟ قرايه يا استاذ. شويه شويه هتفهم الشغلانه. لا بقى ناصر يجي يزعق لك، ولا ولي امر يجي يسبلك. في واحده عايزه تتعلم تقول يسبلك. طب ها يا استاذ قلت ايه؟ ممكن تسيبيني شويه افكر؟ براحتك، ويوم ما تفكر قول لي، انا هستناك فوق. فوق فين؟ في شقتي، عشان يبقى انا وانت والجيدان دالتنا. ما انت ما ينفعش معاك شيطان واحد. وين هنادي يا ماما؟ يا بابا الموضوع مش سهل يا بابا. ايوه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اني مش محتاجه فلوس خالص، بس اول ما سلخاوي ما قال لي ان الرقاصه بتاخد في اليوم 10000 جنيه انا حسيت بالطمع. وانا يا بابا انا حسيت بالجشع لما الست البجعه دي كانت عايزاني اشتغل مكان الجنرال. حسيت ان انا عايز اسرقها. بابا الصهد ده جاي منين؟ جاي مني انا يا ابني. انا كمان برضو حسيت
بحاجة كده مش عارف ايه هي يعني. طيب هي مش غريبة ان احنا نحس بالمشاعر الانسانية دي؟ لا مش غريبة ولا حاجة، ده وضع طبيعي يا بنتي. اما دام بقينا بني ادمين انت تحس بالطمع وانت تحس بالجشع وانا احس بحاجة غريبة جدا، فيعني ما تقلقوش احنا لازم نبقى متماسكين، اهم حاجة نتعاهد على الهدف اللي احنا جايين له. نتعاهد على كده يا اولاد؟ نتعاهد على كده. نتعاهد على كده. بسمعي بقى ست البجعة، الشغل ده ما ياكلش وما ينفعش معايا. يعني الواد يطلع يسرح من طلعة النهار لآخر النهار ما يرجعش غير بألف جنيه؟ ليه؟ ده لو بيسرح بتنشكي وحرنكش هيرجع باكتر من كده. ما بالراحة على العيال يا أستاذ. مفيش حاجة اسمها بالراحة، والكسل ما بحبوش. طب هدي أعصابك. ما بحبش اللي يقول لي هدي أعصابك. ومن هنا ورايح الشغل هيبقى تلات فترات، فترة صباحية وفترة مسائية والفترة التالتة وهم نايمين يا رحمي. هيشتغلوا وهم نايمين ازاي؟ زي السكر في الشاي، الوقت ده أنا أولى بيه. أنت؟ أيوه أنا اللي بخطط وبتكتك وانا اللي طورت ادائهم. طورت عليك يا جاره، ما لقيتش عندك زناره. ايه الكلام الغريب ده؟ ما غريبه للشيطان يا هادي، هدي نفسك كده وما تسيبش نفسك للشيطان. هو انتوا كل حاجه عندكم الشيطان؟ ما تسيبوه في اللي هو فيه. اي مصيبه تلزقوها في الشيطان؟ ايه؟ بجنيه. عايز اراضي الشهر يا حبيبي، وخلي بالك انت اللي شغال عندي مش انا اللي شغال عندك. طب اسمعي يا بجعه، ايه الف واو؟ يعني ايه؟ هقاو. ده انت بتحلمي. بحا ايه؟ بتحلمي. طب ها هي. يعني ايه؟ يا سلام. اسمعي بقى يا بجعة، العيال اللي انت فرحانة بيهم دول خلاص بقوا تحت امري وتحت طوعي. ايه؟ الف بيه. يعني ايه؟ العب باليه. بقى كده يا هادي، ده تلميذ ياض، انا اللي معلمك على ده دول. انا هوريك، وعلى راي المثل اديك وبكل سهوله، شكلك لسه في سنه اولى. ميت شمعه منور عليك يا عم الشيخ، كنت بتعمل ايه مع جميله؟ في الواقع واقع. ده انت اللي واقع. قول كنت بتعملوا ايه بدل ما افضحكوا سوا. ما تتلمي يا ولية انت يا دون، ده انا دقك زي التومة بايدي الهون، ياللي ما تنضفيش حتى لو شدوا عليك السيفون. يا نقطة في كوباية، يا بقعة في ملاية، يا قاملة فلاية، ياللي ما تسويش ملين في سوق الولاية. ايه الغش التجاري؟ نقطة في كوباية ازاي؟ تحت أمرك يا ست البجعة كله، إيه طلبات؟ ما تتلمي يا بجعة كده يا حبيبتي وتلمي حنفياتك السايبة. حنفيات؟ شايف يا عم الشيخ؟ عايزة تقول لها لا علاقة بحنفي السباك، يرضيك؟ لا طبعا ما يرضنيش، أنا عمري ما سمع إن أنت على علاقة بحنفي السباك. يخليك ليا. بس سمعت إنك على علاقة بحنفي بتاع الدش. الريسيفر كان بايظ، كان بيظبطه. ريسيفر؟ أقسم بالله يا بجعة على كم جراسك في كل حتة. أنا هسكت لك يا بنت، مش هرد عليك ولا على فريك لوقتك بيه دلوقتي. الله الله الله، هتقعدوا بقى تسيحوا لبعض في الشارع، ما انتوا الاثنين الخسرانين، سمعتكوا هتبقى زفت زيادة ما هي زفتين. اهدوا، أنت عايزة إيه؟ عايزة إيه يا ست بجعة؟ عايزاك تشرح لي زيها وتركز وأنت بتشرح. طبعًا لازم أركز، المنهج ده صعب أوي. حاضر يا ست البجعة، حاضر. هو إيه اللي حاضر؟ يا بنتي، يا بنتي كتم العلم خطيئة. اتفضلي تحب اشرح لك فين؟ تعالى وراي. يا رب توب علينا بقى يا رب. كتم العلم خطيئه؟ ايه العلم في كده؟ جميله جميله، انا عارف ان انت بتخونيني هنا مع عمو الشيخ. اخونك ده على اساس انك على ذمتي ولا على ذمتي؟ نفض لنفسك يا جميله، انا مش فايقه لك السعاد يا عينيا. نفض لنفسك بقى بعد ما تحببيني في قلة الأدب تقولي لي نفض لنفسك؟
طب وربنا لا قتله؟ وسع من وشي. قتلك يا عمو الشيخ، انت فين يا عمو؟ اوف اوف، ما تفهمش يعني ايه اوف اوف. انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك، بقيتي ناديه الجندي. عملت شعرك انوشكا وانطلقتي خلاص. ما هو انت يا حبيبي اللي مش عايز تفهم ان دورك معايا خلاص انتهى. لا انا دوري لسه ما انتهاش معاك، انا فاضل لي مشهد معاك هكمله للاخر عشان تبقي فاهم. الشهره اللي انت فيها دي انا اللي موصلك برجلي. تكونش يا حبيبي فاكر انك وصلتني اول فصل، وده افخم مكان بالنسبه لك انت عارفاه. لا يا حبيبي، انا الشهره اللي انا وصلت لها دي وصلتها بعرق جبيني، وعارف انا لو شفتك مره تانيه هجيب البودي جاردات بتوعي ويجوا يروقوك، ولا اقول لك انا هجيبهم يجوا لك دلوقتي. انت مش قلتي لو شفتيني مره تانيه؟ رجعت في كلامك، انا جايبه البودي جاردات دول عشان يخلصوني من الاشكال اللي زيك. طب ما بلاش البودي جاردات دول عشان بيروحوا الجيم ولو تفوا عليا يحرقوني. اسم الله اسم الله عليك. ايوه كده يا توت، اخشع واعرف انت بتكلم مين. اخشع؟ انت بتكلمي جمل؟ وعهد الله انا ما اسكت. لا ده انا عرباجي قد كده. انا خلاص تعبت من الناس دي، ارهقت منهم. سلخاوي ملك يا سلخاوي، ده انت كنت تزعل زعل الناس تنام الخوف. انا كل ما بشوف الكتعه دي قلبي بيتقبض. تصدق بقى ان انت حهنون؟ يعني ايه؟ حيوان ناطق. صدق ان انت شبه التلاجة بقى، وانا مش عايز اتكلم بالصبح. يا جماعه احنا لازم ننتقم منهم كلهم. صح يا جميل، ننتقم منهم. يلا ننتقم بينا. الحقني يا بابا. ايه الحقني يا بابا؟ البجع عايزه تقتلني هاولي على السريحه. وانت مالك؟ انا البلد كلها بتجري ورايا، بيقولوا لي قال ايه؟ الشعب يريد الفرجه على الطبيعي. وانت يا بابا بتجري من ايه؟ رجاله الحته كلهم بيجروا ورايا، ما اعرفش انا عملت ايه غلط، انا مش عارف. طب هنعمل ايه؟ ما تقلقوش انا معاك، واكيد هيجي لي افكار شيطانيه هتصرف. يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا حبيب قلبي. حبيبه قلبي يا بجع، ازاي؟ اثبت مكانك. يا ايه يا جميله، ازيك يا جميله؟ ما تتكلمش معايا يا راجل انت، الراجل اللي ما يدافعش عن نفسه ما يلزمنيش. سلخاوي يا حبيبي، مش ناوي تعمل حاجه؟ لا انا مش هعمل لك حاجه، انا هشعلقك من شعرك الاحمر ده على باب الحاره بس، واركب لك زنبلك كل ما ينشغله راجع مني. بتروح ايه؟ ثابته في مكانك، اصبري. ما تعرفوش بقى انا ممكن اعمل ايه؟ ما هي ناقصاك انت كمان، هتعمل ايه حضرتك؟ هقعد اتفرج عليكم. بس كل واحد يقف مكانه، انتوا مش عارفين احنا مين اساسا. انا ابليس ودول ولاد الشياطين. خاف يا دي يا جميل. يامي 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 يامي، احنا هنوع من الرعب دلوقتي. ايه ده، انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ خوفوهم يا ولاد، برقوا لهم، ارعبوهم. احنا عموما عندنا دفعه رواد فضاء تتخرج الاسبوع اللي جاي، يعني بناقص واحد. وعموما احنا ممكن نبقى نبعت له رحله مخصوص تجيبه بعدين. هو صحيح هيتعذب له شهر ولا اتنين عقبال لما نرجع له، بس هو يستاهل. صدق عندك حق. فاكر لما كان بيدخل الحمام وياخد السندوتشات كلها معاه وما يرضاش يدينا ولا سندوتش؟ ولا في عيد ميلاده لما قعد يلغوص في التورته عشان ما حدش غيره ياكل منها. ايوه فاكر. بس احنا نسيبه هنا بقى في الكوكب الغريب ده لوحده. سيبه بقى سيبه، يلا روح اركب انت دلوقتي يا عمار. هو كان حلم عمره اصلا يعيش في كوكب تاني، ليه يتفسح هنا بقى؟ يا عمار عمار يا عمار، انت فين يا عمار يا عمار؟ يا عمار ايه ده خد الصاروخ وجري؟ ده بيستهبل ده ولا ايه؟ يعني احنا ما صدقنا المصريين طلعوا على الفضاء، اول حاجه يعملوها الحركات البلدي دي؟ خد الصاروخ راح بيه فين؟ هو مترو لو فاتني هاخد اللي بعده. طب انا هعيش ازاي على الكوكب ده؟ بتنفس ماشي، لكن هاكل منين؟ هشرب منين؟ يا عمار يا رب يكون خده وبيخمس بيه وراجع تاني. يا رب يا عمار عمار.
عمار عمار كده بقى خلع. طب وبعدين؟ ما انا كده ممكن اموت، لا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجه. ايه ده؟ رضعه على في الفضاء؟ يا نهار ابيض، هو في هنا كائنات فضائيه ولا ايه؟ طب حالبين ايه دول؟ يعني اسمع في كائنات فضائيه بس عمري ما سمعت في بقر فضائي ولا جاموس فضائي. ايه ده؟ انا حاسس ان هقشط. دم وحش قوي، دم وحش قوي. لا يا عم، لا يا عم. لا ده جاي لنا انا بقى. يا سلام، كائنات فضائيه. نعم، بس على اساس ان قطه يعني ولا ايه؟ بس ايه؟ ايه 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 في ايه؟ في ايه؟ بيخو كمان؟ ايه في ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ والله انا مسالم، انا مسالم. عايزين منه ايه؟ عايزين تلمسوني ليه؟ اوعى اوعى. ايه؟ الكائن الفضائي الغريب ده؟ ايوه، اللي هي بتاعت اي تي هوم فون، اي تي فون هوم. ايه؟ انا سعيد. انا سعيد. لا انا سعيد. لا انا سعيد. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ يعني اول ما لمستها الكلام اتنقل لها بس الفهم بعافيه. عندكم اكل؟ عندكم اكل؟ عندكم اكل هنا؟ عندكم اكل هنا؟ ايه ده، انت لابس نظاره؟ على الفضاء. يعني على الفضاء ده السهل. قولها قولها. تعبيط. يلا عشان يبقى اخر يوم. يلا تعبيط عشان يبقى اخر يوم. يلا لا قولي اللي بعديه. ايه ايه ايه؟ هات تاني، هات تاني، هات تاني، يمكن تفهمني. ها؟ فاهمني؟ يعني ما لمسته مرتين الكلام مشي. حلو قوي. يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتعيشوا ازاي؟ يعني بتتجوزوا؟ يعني بتتجوزوا؟ طب بتاكلوا ايه؟ طب بتاكلوا ايه؟ يعني انتوا ده ايه، شعر؟ يعني انتوا ده ايه، شعر؟ ده ايه الاصفر ده؟ ده ايه الاصفر ده؟ انتوا عندكم اكل؟ انتوا عندكم اكل؟ عندكم شرب؟ عندكم شرب؟ فاهميني؟ فاهميني؟ انتوا فاهمين؟ لا انت خلاص، انت طماع. انت طماع. هس ايه؟ هس ايه عشان تغلط وتخش بالنضارة؟ ماشي. هس 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 هس. ايه؟ ايه؟ ما بتشوفش؟ ماشي يلا. انا سعيد. ايه؟ انا سعيد. انا سعيد. انا سعيد. عندكم اكل ايه؟ انتوا بتتجوزوا عادي؟ انا سعيد. انا سعيد. واضح ان الكلام اتنقل لكم، بس انتوا محتاجين تعرفوا ثقافه، تعرفوا فن، تعرفوا حاجات كتيره جدا عشان تعرفوا تتكلموا. لغه الكلام اهم حاجه. انا بالصدفه معايا الايباد. ايباد. 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 ايباد.
هنا بقى هتلاقي ايه؟ افلام، افلام، مسلسلات، مسلسلات، برامج توك شوز. توك شوز عشان تبوظ لكم الكوكب بتاعكم، تملوا دماغكم. مهما هيقولوا الحاجه وعكسها. يلا اتفرجوا بقى. بلاي بلاي. الشعب كله لازم يتمرجح على المرجيح والزعل على الزعلان، كله هيزعلق لما يتقطع نفسه. طمني وقول لي هتجيلي يا وحشني، من زمان عيني هتموت عليك، ده انا بحلم يومها وانت جنبي والشوق يا حبيبي. شيلوا الميتين يا راجل، انت قادر تشيل نفسك؟ انا ميت دلوقتي. شيلوا الميت ازاي دي؟ ادوها لبعض، ادوها لبعض، وسعوها. ابو شقره فتح عندنا. انت عبيط خالص، محدش فيكوا عارف ايه احسن حاجه حصلت في الكوكب. ما تخلص يا ترى بقى، انت هتفضلي تسالينا كده كتير. احسن حاجه حصلت ان سعيد جه الكوكب، بيعلمنا حاجات كتيره احنا ما نعرفهاش. انت شكلك كده بدات تحبيه. بعتني بكام يا عشري؟ خمسة؟ 55؟ 65؟ فيلم من كلمتين ابراهيم الابيض. انت مجنون ياد ولا ايه؟ ده انا قتلك هنا. ايه يا عم؟ انا ابراهيم الابيض ياد. وسع يا عم انت وهو، وادي الزيت اهو عشان ما حدش يعرف يمسكني. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ تضرب بجد؟ والله ما قصدي. اضرب بالراحة. ايه يا عم؟ اي ايه يا معلم زرزور؟ يا معلم زرزور ايه؟ حد ليه شغل حاجة؟ ايه؟ حد ليه شغل حاجة؟ يابا ده ضربنا في بيتنا يابا. تعال 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 تعال. ضربت يا معلم زرزور في دماغي.
اكبسها بن، اكبسها بن، تعالى. وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه. تشيلها على ايه؟ مغربيه، مغربيه. جدع هيما، انت واد قلبك ميت صحيح، دخلت علينا دخلة انك لميت وانهم لميتون. الجرة حلوة، الجرة حلوة، مفيش كلام هيما، مفيش كلام. يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا. تعالى تعالى، لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض، تاكله على طول ولا تغسله الأول؟ لا، أعمل بلح باللبن وأشربه يا جدع. طب مجانين يا جدعان انتوا، ليه؟ أنا عايز حرية. عايز ايه؟ عايز حرية. ده في الجنة بقى إن شاء الله. يعني ايه في الجنة؟ لا ده أنا ممكن أعورك. الجرة حلوة، الجرة حلوة، مفيش كلام هيما، مفيش كلام. ايه يا عم بتبص على ايه؟ اللي غيران مننا يعمل زينا؟ اوعى يا عم. ايه انا؟ ايه؟ بقول لكم ايه يا جدعان، فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه، تعال ناخد المركوبة بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم، سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه، دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرة حلوة، جرة حلوة، مفيش كلام هيما، مفيش كلام. طب يلا بينا. يلا بص، بص شوف مين يا كوكب. بص شوف ايه؟ تعالى تعالى يا ابني. ايه ده؟ إيه؟ لا بس يا طماع، بس يا طماع. لا كلهم هيتكلموا على الكوكب ما عدا انت. لا ما عدا انت. اجري هس هس. ايه خلاص؟ خلاص. ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه يا سعيد انت، ايه اللي اخرك كده؟ مفيش، مش عارف انام على الكوكب بتاعكم ده، لا عارف هو حر ولا برد ولا ايه. مع اننا في فصل الشتاء. ده كائن عجيب الكائن ده. وبعدين الشتاء ايه؟ شتاء ايه؟ انا مش فاهم. لا انتوا عندكوا شتاء ولا عندكوا صيف ولا حد فاهم لكم جو من اصل. انت هتتريق على جو الكوكب بتاعنا؟ ده احنا الجو عندنا نموذجي حر جاف صيفا. عبيط اهبل شتاء. ايوه انا مش عارف انام، مش عارف انام في الكوكب بتاعكم. المهم اخبار الايباد ايه؟ سعيد بس انا كنت عايزه اسالك سؤال، يعني ايه شر وكره وحسد؟ انا مش عارفه الحاجات دي. شر وكره وحسد دول ثلاث حاجات انتوا في الكوكب بتاعكم مالكوش دعوه بيها خالص. دي موجوده عندنا على كوكب الارض بالهبل، بالهبل. انتوا ناس انقياء، ما عندكوش الكلام ده. ممكن اقوله لكم من باب العلم بالشيء، لكن اوعوا تقربوا من الشر والكره والحسد. دلوقتي انا هعلمكم حاجه جديده، المزيكا. المزيكا. مزيكا. مزيكا. تعالوا معايا. مزيكا. 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 زلزال 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 زلزال.
موطيين تحت كده، شميت ريحة مش حلوة. دي ايه؟ هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي فورتيكا. عشان كده. وبيقولوا لي يا فرس. انت بقى اسمك ايه؟ انا خوازيق. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت منين؟ انا من الكوكب ده. ايوه، منين في الكوكب؟ من الطلبية. وانت منين؟ انا من هنا. الله الله، ايه دي حاجة تقرف؟ كلنا تخان وزرق وشبه بعض، عاملين زي الصينيين واليابانيين. طب تعرفي؟ انا ماما ما بتعرفش تفرق بين ابويا وعمي. ايه ده؟ على كده انت ابن مين؟ انا ابن جدي. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما قلتليش. مفيش، اصل انا بصراحة فرح النهاردة بس هربت. هربتي ليه؟ عايزين يجوزوني رجالة مش بحبهم. رجالة؟ اصل احنا عندنا البنت بتتجوز 5 رجالة، لكن بالنسبة لي انا عشان مليانة سنة هتجوز 15. يا دوبك. بقولك ايه؟ ايه؟ انا معجب بيكي قوي. بجد؟ قوي. ما تيجي على المريخ ونجيب شماريخ. يلا بينا. يلا. بقولك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك وتعالى معايا. هنروح فين؟ هنروح المول. لا مش عايزة المول. المهم ان احنا مبسوطين. يلا يا عم نكمل لعب. يا عم لا هيضربني. ودلوقتي معانا مباراة في برنامج المصارع في WWE في WWE بين هاي. بقول لك انت في ايه؟ ايه ده؟ مباراة حلوة بين ميتشيماس وجون سينا. هاي بقول لك انت ركز معاه وسيب الموبايل بدل ما انزل اولع في الممر. هاي بقول لك في ايه؟ مباراة جميلة جدا بين ميتشيماس وجون سينا في WWE. داخل علينا جون سينا دلوقتي، داخلة جميلة. خش يا جون. بطل كبير واخد 3 شامبيون ليج، واخد 2 كاس مصر، وانا فالقه في الجيزة هنا وانا صغير، واكله علقة في الجيزة هنا واهالي الجيزة عارفة. هاي في انت مجنون ولا ايه؟ مباراة حلوة، جون سينا بطل بتاعنا. ودلوقتي نشوف ميتشيماس بطلنا التاني، لعيب كبير. دخلة جميلة ميتشيماس عاملها لنا. خش يا ميتشيماس حبيبي. ميتشيماس بطل كبير حائز على بكالوريوس تجارة جامعة حلوان، لكن مفتاري مش اي حاجة. هنبدأ المباراة الجميلة وفلقوا في الجيزة برضو. انا واكلوا علقة واهالي الجيزة كلها عارفة. تمام؟ ايه بقولك في ايه؟ لا يلا نبدأ المباراة مع بعضينا. وهو بيسلق اوبا، وخدوا واحدة باور اسلام محمد. انما يعني حكاية 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 والله حكاية. يلا نبدأ المباراة. اهو اوبا، وادي حركة دريم بارك كده. اهو رازع على الارض ونازل يعد 3 1 2. فعلا جون سينا لعيب كبير برضو مش اي حاجة. داخل عليه تاني. اهو هنشوف. هوبا، واداله مانشيت صفحة أولى في الأهرام المسائي. تحفة تحفة. داخل عليه اهو، اداله مانشيت تاني. هيهبده سوبليكس خلفي، سوبليكس خلفي جبار.
اهو الشعبط فيه رماه على الارض داخل عليه اهو هيديله حقنة. اداله واحدة كده في العضل جميلة وداخل اهو هيعد عليه هيعد واحد اتنين وفلت جون سينا لعيب بيفلت كويس برافو ولسه المباراة مكملة معانا وهوبا عدى من لا جميلة واداله عنده في ايديه وربنا ما لعب ايه يا عم في ما احنا بنلعب مع بعض لا يا عم انت عدلت بص ايدي اهي بص معلش انا هوبا غدر بيه جون سينا واحد اثنين ثلاثة ومبروك لجون سينا اجيب لك الجنيه الدهب ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله انت بقى فلاتني تعالى بقى انت فلاتني في الجيزه وربنا لا اوريك الجرعه حلوه الجرعه حلوه مفيش كلام هيما مفيش كلام ايه يا عم انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص ان انتوا خمتوني في الماتش ها انت مستغربني ليه انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل يا دي يا عم ابوك اللي انت عرفنا بيه هو فين اصلا ابوك ده اصلا قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود ايه ده والله يا ركوبان انت يا ركوبان يا ده ركوبان عملت ايه في المركوبة وما تقوليش لا يا في ايه يابا قلنا المركوبة اتحكت من عند الرفرف يابا حكة بالراحة طب والمراية انا ما بعرفش اسوق من غير المراية يا عم الحاج المركوبة بتاعتك رشقنا بيها في الجبل يعني اترشقت خالص ايوه طب والمراية اهم حاجة المراية يابا ما بعرفش اسوق انا من غير المرايه يا عم هو ابوك دهبل ولا فيه ايه هفهمه انا عشان هو بيفهم بصعوبه يابا احنا دخلنا بالمركوبه في الجبل اتعجنت في بعض والمرايه ما بعرفش اسوق من غير المرايه هو انت غبي يابا ولا ايه انت متخلف يابا انا ماليش دعوه بكل الكلام دوت انا عاوز المرايه هي المرايه مالها مكسوره اكبسها بن ايه بس بن وبعدين ادن عليها زبله حنان ايه بشيلها على المغربيه يا ابدا حبيبي يا ابدا حبيبي المركوبه مش نافعه تاني يابا مش نافعه طهور المركوبه انا عايز المرايه يابا انت كنت شغال بتاع ازاز يابا في ايه يا ابدا يا حبيبي يابا حرام يابا بص انزل من على ودانا اهي ريحنا بقى ما انا اهو انزل بقى خالص ما انت ما بتشتريش حاجه ما انا اللي بشتري واقعد اجمع فيك انا يا ابني يا حبيبي يا ابني ما تعملش زي امك بعتتني اخر الدنيا عشان اجيب لها باكو شاي بعتتني نبتون هفهمك انا يابا فهمنا يا حبيبي انا عارف ان انت بتيجي بالراحه فهمنا يا اخويا احنا كنا راكبين المركوبه وماسكين ايدين بعض كده فجاه دخلنا في الجبل كده يلا نبح ونوزع الفقراء اول حادثه بس السبب عندكم في الكوكب ان مفيش عندكم اشارات مرور اشارات مرور ايه ايوه ومفيش نظام انت ايه اللي بتقوله ده العيال من ساعه ما بيروح
زاد وحالهم بقى غريب وبقوا يضربوا اهاليهم. ما عشان كمان ما عندكوش شرطه للمخدرات. انا مش فاهمه اللي انت بتقوله ده. انا طلبت الجماعه الكبار بتوع الكوكب عشان افهمكم ازاي تعملوا نظام، لان النظام ده هو اللي بيمشي العالم كله. كوكب الارض ماشي زي الفل بالنظام، هو في شويه لعبكه كده بس ماشي زي الفل، لان النظام هو اللي بيمشي العالم كله. فين بقيه الناس؟ فين اهل الكوكب؟ عار عليك يا فارس الصليب. عار عليك يا فارس العرب. نعم انكم تاكلون قشر الليمون وتخللون غصان الزيتون. انت بتتفرج ده ريتشارد قلب الاسد؟ اه حلو حلو ده. حلو قوي، اهلا وسهلا. فين بقيت كبار الكوكب؟ انا عايزكم كلكم. فليتفضل كبار الكوكب. هم عليهم اللعنه جميعا. اقدم لك فيليب اوغوست ملك فرانس وقائد جيوش البراجيل. كونراد ديموفراس معين. خرم الايزون مبيض محار. خرم الايزون؟ نعم. انت اسمك خرم الايزون؟ ايوه. ده الاسم الثنائي يعني. ايوه كويس، ما حدش بيناديلك باسمك لوحدك. كما قدمتهم لك. نعم كما قدمتهم لك يا سيدي. ايوه نعم، فكلهم في انتظاري. البابا في روما والحطبين في الجبال والبرنس في امبابة ونعمة في العجوزة والشبراوي في اي حتة. يعني هم دول كبار الكوكب. اي نعم. طيب انا جامعكم النهاردة عشان اقول لكم على حاجة مهمة جدا. ان دلوقتي لازم يبقى عندكم حاجة اسمها نظام. النظام ده موجود في اي كوكب على مدار المجرة كلها، يعني كل كوكب لازم يبقى فيه نظام، لازم يبقى عندكم إشارات مرور. إشارات مرور؟ أيوة، ولازم يبقى عندكم وزراء، وزير مالية. وزير مالية. وزير داخلية. وزير داخلية. وزير خارجية. وزير خارجية. ورئيس للكوكب كله بقى. رئيس للكوكب؟ أيوة. انتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ لا لا احنا مش فاهمين، والنبي يا سعيد يا ابني فهمنا بطريقه احسن من كده. انا فاهمكم ببساطه، هاتوا لي طبله. هات لي طبله انا فاهمهم بالغنى. ايوه الاغنيه اللي انت قلت لي عليها انا عرفتها. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور. للمرور. احمر اصفر وكمان اخضر. للعبور. للعبور. في كوكبكم لازم يبقى في اشاره للمرور. للمرور. احمر اصفر وكمان اخضر. في اشاره للعبور. للعبور. واللي يخالف الاشاره شرطه تاخده على السجون. على السجون. ايوه كده فهمتوا. يا اختي هاتي كحك ومغرى يبقى ديسكو مصر. خدت كل ماشي. عرفتوا كده ولا ما عرفتوش؟ مع بعضيكوا بقى واتفقوا مين هياخد انهي منصب. اهم حاجه وزعوا المناصب. وزع انت ككبير للكوكب. شكرا. يلا احنا بينا انا وانت نروح نشرب بقى حلبسه على الكورنيش. يعني ايه كورنيش؟ ويعني ايه حلبسه؟ لا انا عايز اشرب كونياك. ايه ده؟ عرفتيها منين دي؟ ما هو الراجل قال الكونياك مشروب البنت المهذبه. ده ستيفان روستي. ايوه. ثانيه واحده اتحزم واجيلي. يلا. انا اللي هوزع المناصب. مناصب مين يا عم؟ تعال الغنى احسن. يا اختي هاتي كحك وغريب بسكو مصر. يا اختي هاتي كحك وغريب بسكو. لا 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 لازم لازم نوزع المناصب يا جماعه. لازم قول. يلا بص انا عينتك مدير شرطة الغازات. مهمتنا ضبط النفس. وانت عينتك مدير شرطة المرور. انا مش عايز المرور. امال عايز ايه؟ المراية. بعرفش اسوق من غير المراية. احلامك ضعيفة وهتغرقنا. طب وانا؟ انا لا اشوف انا الاول. اتفضل. انا همسك المالية.
تمام؟ ليه يا حبيبي تمسك الملايين؟ لحظة، هيبقى في رئيس ليه كوكب قدامك اهو. حبيب قلبي رئيس كوكب، انت عايز تمسك الملايين عشان تلعط الفلوس في كرشك؟ وانا حرام يا فضاء يا ابو جناحين؟ يا جماعة اسمعوا بالله، فعلا انا بس يا عم خلاص. لا لا يا عم، لا 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 لا، في ايه؟ في ايه؟ ايه 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 ايه؟ سكوا جايب لغاية اخر الكوكب، في ايه؟ عالم منافسين ومحدش راضي بالمناصب. انت اللي منافسني، انت راخر، انت حاقد. بس واضح ان انتوا اتخانقتوا عشان المناصب، والمناصب دي اكتر حاجه بتعمل مشاكل. لكن في نظام، النظام ده بيقول ان في انتخابات وفي استفتاء، دي حاجات هعلمها لكم. ايه ودانكم اللي عماله تقع كل شويه دي؟ تعالوا معايا اعلمكم ازاي تنتخبوا مين اللي هيمسك كل منصب. تعالوا ورايا. في حاجه اسمها استفتاء. افتي ربي، تعبت تعبت من سينما المسرح لاذاعه، اسبوع لا اكلت ولا شربت ولا نمتش اكتر من ساعة. ده ايه البنت القشطة دي؟ وراح بتقول ببريعاتك. جرى ايه يا راجل انت؟ جرى ايه يا بنت؟ في ايه يا بنت؟ ما تيجي نتجوز ون ايه يا راجل انت؟ هو انت عندك صحة؟ بس في 67 كده رجالة. في 67 كده رجالة. ووقفت وقفه رجاله. جرى ايه يا راجل؟ جرى ايه يا وليه؟ بقول لك نتجوز ونغور من وش امك العكر يا عكره. ما تحترم نفسك يا راجل يا شايب، انت خلاص سلمت نمر. بس في 67 كنت رجاله. ووقفت وقفه رجاله. بقول لك ايه يا راجل؟ انا خلقي كانس، ما تخليش خلقي ما استرتش عليك. انا اعرف مراتك وممكن اروح اقول لها دي مراتك، دي حبيبتي 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 خمسه حبيبتي. لا 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 يا اختي اسمها الله. لا 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 لا، انا مش عايز اعرف مراتي اي حاجه. انا مش عايز اتجوزي خلاص. انتي تروحي، ربنا يرزقك بعريس تاني تتجوزي وجوزك يتجوز عليكي. لا يتجوزني، قدم لي شهادته من غير ما ينرفزني، يحكي تاريخ حياته، عايز اعرف اخلاقه من غير سين ولا جيم، بيتشقى بيتعفرك ولا مستقيم. هي احلى من الشرف مفيش. يلا يا راجل يا واد يا يا مجنونه. يلا يا راجل يا دنيا شايب. ايه الادب دي؟ هوبا، حتة بنت انما بولطية جامدة جدا، حلوة طرية، حتة بنت انما بولطية، ضيعتلي مالي. هو ده بقى، هو ده. وانا موطي تحت شميت ريحة مش حلوة، دي ايه؟ انا بدور عليها من زمان قوي. بقول لك ايه؟ ما تيجي على المريخ وناكل بطيخ. احبوش. الله، بطيخ ايه يا خوازيق؟ هي مش كانت شماريخ؟ انت شماريخ هي بطيخ، كل واحد وحجمه. طب تعالى لي بقى هنا عشان ما انفخكش. حاضر. ايه حلوه الملامح يا سكر وسايح؟ يا حلو الملامح يا اخرس. ايه بت في ايه؟ انت مش عارفه ان خوازيق ده تبعي؟ ايه هنقطع على بعض؟ يا حبيبتي اللي مش ماليه عينه. جرى يا بت يا كابوس؟ يا اللي تداسي بالجزمه دوس، يا اللي ما تسويش مالين في نسوان اورانوس. انا ما اسويش مالين في نسوان اورانوس؟ جرى ايه يا وليه يا معفنه انت؟ يا اللي الرجاله لو شافوا ريحتك يموتوا، يا اللي ما تسويش مالين في نسوان بيلوتو. انت بتشوحي لي يا بت؟ انت بتشوحي لي؟ ايه ده؟ امشي بقى من هنا عشان ما زعلكيش. اجري وربنا هتاكلك، اجري. كلبلة. اجري يا بنت. يا حلو الملامح. ويا سكر وسايح. بقول لك ايه؟ انا زعلانة منك. لا لا. لا انا زعلانة منك خلاص، ما تكلمنيش. يا فراتيك القلب الحزين. لا. حياتي. لا. يا فرتكتي. ولا أي كلمة. طب انت أكيد من عالم تاني، من عالم تاني. ما فيهوش بقر. لا زعلانه منك. الله حبيبتي. لا 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 لا. الله. لا 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 لا. يا عبد سلام.
بابا يا بابا يا بابا. لا 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 ايوه بقى كده فكي. لا انا مش مصدق نفسي. ليه؟ انا اللي مش مصدق نفسي. طول عمري نفسي اشوف القمر. الحمد لله ربنا كرمني وشفت المجموعه الشمسيه كلها. بقول لك ايه؟ ايه؟ غمض عينيك عشان عامله لك مفاجاه. لا هنروح المولد بقى وقله الادب دي. لا غمض عينيك. أمير البحار قاد ولع نار نفسه مرة في مزد منك وقالوا. بقولك إيه؟ إيه؟ ما تيجي على القمر ونجيب سمر. لا إن كان كده يلا على الفضاء ونجيب صفاء. يلا بينا. بابا ماما. يا للسايكة فرتيك يا بنتي. ومين خوازيق؟ ليه يا ربي عملتي فيا كده؟ خد يا ولا انت هنا ولا خد يا بنت هنا. تعالي هنا يا بنت. اللي انت عملتيه ده؟ اللي انت عملته ده؟ حطيتي وشي في التراب. حطيت راسي في الفضاء. يا بنت ينفع اللي انت عملتيه ده؟ ينفع تغلطي الغلطة دي مع خوازيق؟ ايه يا بابا في ايه؟ ايه؟ ما تهدى كده وتقول هديت. في ايه؟ يا بنت عيب انت بتكلمي ابوك يا بنت كده. تعمليه كده لازم تصلحي اللي انت عملتيه ده. انت اللي غاوتيه. بقول لك ايه؟ انا مش هتجوز واحد سلم لي نفسه قبل الجواز. تلاقيك عملتي له الزلزال وانا مش عارفك. ارتحت؟ هي دي وصيه امك نيازك السلحدار الله يرحمها وديتنا في ده يا شيخ. يا بابا اسمع. اخرس انت في الشهر الكام يا ولد؟ في التالت. طب انا اعمل فيك ايه بعد ما فضحتني وعرتني؟ لا يا بابا لو هو ده اللي هيفضحك وهيعرك انا مش هسيبه. انا هنزله اهو اهو اهو. بس مهما كان المخلوق الغريب اللي في بطنك ده يبقى حفيدي وانا مرضاش بكده. دبرني يا رب دبرني يا رب. اسكتي بقى اسكتي بقى. شوف اخويا وحبيبي هيعمل ايه. يا رب يوافق على الجوازه يا رب. يا اخويا عايز ايه؟ احنا لازم نعمل حاجه للي حصل ده. اللي اتكسر عمره ما يتصلح. لا. خلاص اللي اتكسر نصلحه. ازاي؟ احنا نجوزهم. ما عنديش مانع والله. ما عندكش مانع نجوزهم؟ اه. حس كده بقى احنا لينا طلبات. بنتي دي يجي لها العفش كله كل العفش من مدينه النجوم. ايه مدينه النجوم دي؟ سيتي ستارز. كل العفش كله من سيتي ستارز. وعلى ايه كل التكاليف دي؟ ما نجيب كل حاجه من الوكاله. طالما هتجيبه بقى من الوكاله. وكاله ايه؟ وكاله ناسا. وكاله ناسا؟ اه. هو احنا اي حد عشان تقول من وكاله ناسا؟ بقول لك ايه؟ انتوا خلاص انتوا طالما هتجيبوا كل حاجه احنا نجيب حاجه واحده. ايه هي؟ المرايه. الله يحرقك. الله يحرق المرايه يا شيخ واللي جابوا المرايه. انا ما اعرفش اعيش من غير المرايه. طب بص بقى انا موافق على كل حاجه. موافق؟ اه. مبروك علينا الخوازيق. البس فورتيك فورتيكا خوازيق. خد ساتر خد ساتر خد ساتر. كوكا 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 كوكا. تياترو مصر. وصل 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 وصل. احنا الفرح. اصحي يا مجره. كوكبنا 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 كوكب الفاصوليا الخضراء. احنا اللي اشترينا المشترى واحنا اللي جوزنا كوكب الزهره لازواجها الخمسه. كوكب الفاصوليا الخضراء يعني الرجاله بخير طول ما فيه جرجير. وسمعني سلام. اصحي يا منطقه وولع الندى. احنا نبطشيه بس صنايعيه. احنا نبطشيه بس صنايعيه. ازيك يا معلم؟ تمام. البيره يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه يا بت؟
ايه؟ انا عايز عينك ما تنزلش من عليا. ازازتي البيره تخلص الاقي التانيه بتنزل على طول. يا جدع انت بنت مين؟ ده واد. بنت. يا جدع واد اسمه مفك من المشترى، واد. بنت. يا جدع واد. بنت بنت بقى قلت لكم بنت في ايه؟ الله مجانين على الطلاق واد. طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها؟ تدفع كام؟ ادفع اللي انت عايزه يا معلم. ماشي. فرجني. بس بيت. واد. بيت. واد. هتشوف. مساء الخير. اهو. بتاكل الروج مش حطاه بس. عليا الطلاق واد وتاكدت دلوقتي. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى مالكوا في ايه؟ اقعد ساكت. تعالي يا بت. في ايه يا اسطى؟ تعالي. ايه يا اسطى مالك؟ يلا يا بت في ايه؟ في ايه يا اسطى مالك في ايه كده غلط؟ انت قرعه ولا ايه؟ ورينا دماغك. على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني. طب يلا بقى يا بت. يلا ايه؟ خلصي. عيب يا اسطى. هديكي 50 جنيه. 50 ايه يا اسطى؟ هديكي 100 جنيه. غلط يا اسطى. في ايه يا بت؟ ده انت في سوق النسوان ما تسويش تحت تعريفه. في ايه يا اسطى مالك انت عبيط ولا ايه مالك؟ خلصي يا بت. خلصي خلصي. عملتوا معانا الواجب وزياده والحاج فوزي من السحارات بيقول لكم يلا بالراحه ويا مستعجل ربنا يكفيك شر عايز ايه مش شايفني شغال هتنقط شكله هيولعها الحاج هس اسمك ايه الفسخاني يعني ايه ما اسمعهاش هس كمان مره هس والصم والبكر هس شعللها ولعها معلش غصب عني الفرح ولع مني معلش غصب عني والنبي حد يجي يشيل النقطة يلا يا حرام استضيفة يا كوكب ما جابش راجل يا عبد الله خلاص يا عبد الله بس يا بنت الست دي تبقى مراتي على سنة الله ورسوله يا عبد الله الناس بس لا يا بنت عبد الله لاعب العب ايه لاعب اقولي يا عبد الله حرام عليك الناس ابوس ايدك مفيش ناس يا عبد الله مفيش ناس بقولك ايه اللي انت بتعمله ده تعالي هنا يا بت تعالي ورايا هنا يا بت انت متجوزها عرس يا ولا ايوه يا خايب يا اهبل يا ابن الاهبل طب وبعدين دلوقتي يا عيله زباله احنا مش عايزين الجوازه دي احنا عيله زباله ايوه احنا اكبر عيله على الكوكب ما تستعبطش يلا يا عم انت وبنتك دي غروا من هنا انا وبنتي دي بنت الكيوت دي كيوت مين يا عم دي شبه مسرح البالون انا بنت شكل مسرح البالون اه اسم الله على ابنك العسل اسم الله بطريق واقف عندنا هنا اسم الله يا اخويا بقول لك ايه انتوا عيله زباله واحنا مش هنتجوز الجوازه دي انتوا العيله منيله ب 60 نيله خد روح بقى في 60 داهيه بقى انا اخد في 60 داهيه يلا يا عيله زباله تعالى يا عم الطويه كده تعالى يا عم تعالى يا خش على انا بس يا انا تعالى بقى خليك خنان تعالى بس يا انت يا انا سيب البنت يا خد يا تعالى هنا يا انا هحسب معاك خد انت بره تعالى بره تعالى لو راجل اطلع بره اطلع لك يا حبيبي انت فاكرني مين يلا كوكب ما جابش رجاله ده اللي بيطلب المطريه
ايه اللي بيحصل فيه؟ يا لهوي الناس اتجننت خالص. ما كل ده من الايباد ومن الافلام. انا قلت لكم اختاروا اللي انتوا تتفرجوا عليه. انتوا اي حاجه بتتفرجوا عليها انا كل ده عندي بتفرج عليه براحتي. انا متلوث جاهز. بس انت يا سعيد ما علمتهمش ازاي يختاروا الحلو من الوحش. الحقوا ايه؟ الحقوا في ايه؟ العيلة اسمها ايه دي؟ فرس ماسكه في العيله بتاعت خوازيق والدنيا والعه بره. ناديلي اهل الكوكب كلهم. انا عارف الحل ايه. انا عارف الحل ايه. زي ما قلت لك انت ما علمتهمش ازاي يختاروا الصح من الغلط. الصح موجود والغلط موجود. انتوا جايين اللي مش عارف ايه القرد وتشموها اعمل لكم ايه يعني؟ ده القرد ده موضوع كده مش عايز اقول لكم عليه. لا والنبي قولوا لنا. ما انتوا مش ناقصين تلوث. كفايه كفايه. لا 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 قولوا قولوا عايزين نعرف. القرد ده حيوان. بيبقى عنده حاجات مش موجوده في حتت تانيه. حاجات ازاي؟ حاجات حاجات يعني ملونه وكده. مالكوش دعوه انتوا مالكوش دعوه. فعموما انتوا دلوقتي هعلمكم لاهل الكوكب كله. اهل الكوكب كله هقول لكم ازاي تختاروا اللي تتفرجوا عليه. ميش. كله يجي كله يجي. يلا يا جماعه بس ايه 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 ربنا يعدلك. جرعه حلوه جرعه حلوه مفيش كلام وانا زهقت منك. خلاص يلا قوم قوم. ضفدع. انا يا جماعه غلطت معاكم. انا غلطت ان انا اوريكم كل الثقافات والافلام والمسرحيات وكل برامج التوك شوز اللي عندنا في الكوكب. الكوكب بتاعنا اساسا ملوث. انتوا ناس كنتوا عايشين طول عمركم في سلام. انا اللي غلطت. عشان كده اللغه اساسا معموله للتفاهم مش للخناق والبهدله. وايه اللي في بقك ده؟ روج ايه؟ روج ايه اللي في بقك؟ انا اللي غلطت. المهم يكون عن اقتناع يا ابني. انا دي غلطتي. عشان كده اللغه ان انا اديتها لكم. منظرك غبي. اللغه اللي انا اديتها لكم هضطر اسحبها منكم. كل واحد يديني صباعه. اخباركوا ايه؟ انا بتكلم انا بتكلم الحمد لله بتكلم اخيرا. يا ده اللي يصبر النور يا جدعان. الحمد لله. لا لا هتتكلم وهترغي هترغي هترغي مره واحده. امال ايه؟ بص فاكر اول مره ما انت عملت صباعك كده؟ عملت صباعك ازاي؟ عملت صباعك كده رحت انا عامل ازاي؟ هتعمل ايه؟ تعال ما تخافش تعال. إيه؟ مش هنيجي نطول النهارده. تعال. ها بس هي انا بتكلم بس بس. لا انا هس هس ايه كده كلكم زي بعض كده هترجعوا تاني مسالمين. بس انا يا سعيد لسه بتكلم. انت يا تارا اطيب واحده فيهم وانت اكتر واحده اخترتي الحاجات الكويسه اللي تتفرجي عليها. عشان كده انا هسيبك تتكلمي عشان تعلميهم. لكن انتوا انا غلطت معاكم يا جماعه. انا غلطت ان انا علمتكم ثقافتنا. ايه يا ده حمص؟ ايه يا معلم؟ ايه مالك؟ مسوده علينا ليه على الصبح؟ هي ليلة سودة عليك وعلى دماغك. ليه كده؟ الموج عالي ومحدش هيهوي بنواحي البحر ابدا. يا عم وهي هتفرق مع العالم اللي هنا دول؟ ما كل واحد فيهم هينزل في البسين بتاعه. ينزل فين؟ البسين. مش كل الفلل اللي هنا فيها بساين. ثانية واحدة، احنا خلصنا من البسين لما هنخش في الفلل؟ في ايه؟ اسمه بسين بالنون. انت مش فهمت اللي انا قلته؟ ايوه. خلاص بقى حمص. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ معاك استباحه؟ على الصبح كده؟ يا ده امال هم سموها استباحه ليه؟ لا انا الصراحه معيش. طب انا معايا. تعالى نولعوها. لا 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 تعالى نتداروا النبأ حمص. تتدارى ليه يا عاد؟ انت الامن مفيش غيرنا هنا. انت الامن لازم تسيطر. يا عم انا مسيطر. سيطر كمان. اهو مسيطر. اكبر وسيطر. سيطر تولع. يلا نولعها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نتداروا. احسن لحسن انا خايف من بتوع الامن. يلا بينا. ثانية واحدة ثانية وانا نسيت والزيتي بس اخدها معايا. طب يلا بسرعة. اللي
جاب لك يخلي لك. العب يا سمك. طب العب يا سمك البنات. ياه ياه ياه، اخيرا جينا الساحل الشمالي. ده ابويا كان بيخلينا نفط في الترعه ويقول لنا دي غمصه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت يلا حنتوسه، تعال شوف الملك والملكات اللي بقينا فيه. اه خش يا ايه انتهت يا يي. قوم يا دفهم يلا شوف احنا فين. انا جايبكم في انضف مكان الشاحل الشمالي. هي دي الحياه. اه هي دي الحياه يا مش جمصه اللي ابوك كان قرفنا بيها. هي دي الحياه يا عم الحاج. احنا عاجبكم ان ابوك كان حاططنا في قلب كومودين هناك. اه ياد والله ده احنا كنا قرفانين من ابوك، ده قرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه رايك ياد في المكان؟ انت قاعد على الشمسيه دي؟ اه الشمسيه دي. لا انا ما اقعدش على الشمسيه دي، انا اقعد على الشمسيه دي. قال يعني هي الشمسيه هي اللي قال يعني هذه الشمسيه هي بقى اللي هتظبط الدنيا. انت بتقول اي كلام اهو. الشمسيه هي سيده هي اللي انت حبيبها اهي. ايه رايك بقى في المكان ده؟ مكان رائع جدا. اه ياض مش بقول لك انا اللي جايبكم فيه، اوعى تجيب سيره جمصه دي قدام ابوك تاني. انا مش هجيب سيره جمصه تاني في اياته حته قدام ابوك. كل ما اجيب سيره جمصه يقول لي ما هناك ما بندفعش حاجه وهنا بندفع ويك ويك وكلام غريب كده يا عم الحاج. ابوك لما يجيب سيرات هقطش ودنك على طول وما تسمعش الكلام. انا مش هفتح بقي. طيب ياض يلا حط الحاجه هنا. ياض هو ما فيش ولا بني ادم في قلب البلاد غيرنا ليه؟ ياض ما انت مش فاهم، هنا الناس بقى في الشاحل الشمالي دول بينزلوا في العصاري، مش زينا في جمصه بنفط من فجر الله. ايوه صح عندك حق. اه يا عم هنا ينزلوا في فكرتني بالفط. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ سبح الملك لله. استنى ازرر الزرار. هتعمل ايه علشان خاطر اعمل ايه؟ هوبا استنى. سيبنا عوم يا عاطف، سيبنا عوم يا عاطف. الله يخرب بيتك يا ده. سيبنا عوم يرجع يا عم. انت ايه يا في ايه؟ هعوم. هتعوم هتنزل ببوكسر ابوك؟ امال انزل بايه يا ده؟ احنا في الساحل الشمالي، تنزل بده مثلا. ايه ده بس شفت الحلاوة دي؟ يلا رايح فين يا عم؟ سيبنا عوم يا عم. سيبنا عوم. استنى يا عم. سيبنا يا ابو سيدك. الله يكرمك. انت غريب يا جدع. ثانية واحدة انت وهو. ثواني انا بكسك بس. استر نفسك يا اخويا. ماشي حاضر. انت رايح فين؟ بتفط ولا اكنها ترعة؟ طب في بلدكوا. ايه يا عم؟ هنزل اعوم يا عم الحاج. يا عم هتنزل تعوم، لو نزلت هتموت. ليه انا جايب مايو مخروم؟ يا جدع انت عبيط ولا ايه؟ مفيش نزول ميه. لا انا هنزل الميه وبتبقى الرايه السوداء دايما وبننزل الميه في قلب جمصه عادي يعني. افهمني بس يا عم بوحه، والله الموج عالي هتغرق. لا انا مش هغرق، انا بقول لك يا عاطف اتعامل معاه انت. معلش لا معلش معلش يا عمنا انا اسف جدا، احنا اسفين، احنا مش هننزل هنا تاني، هننزل في البسين بتاع الفيلا. برضه؟ طب هو قال جمصه؟ انا ما قلتش جمص. يبقى انا قلت بسيم، انا اسف يا جماعه والنبي. الحاجات دي راعوا الناس اللي حواليك. شكرا يا عمنا قلبي شكرا. ولا لو جبت سيره جمص ده هضربك 180 شبشب على بقك. والله العظيم ما افتح بقي يا عاطف. ماشي خلاص. بص احنا هنقعد هنا شكلنا مش اسبوع بس، ده احنا هنقعد 25 سنه يا. ايوه بقى بس الناس هتظهر امتى بقى والحاجات؟ الناس هتظهر في العصر. اسمع مني، هنا الناس بتصحى العصر. يا عاطف يا عاطف. يا فاتن يا فاتن. طب بيسي 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 وبعد كده عن قامي. انت خبط ايه شغل جمصه ده؟ ايه دي عاطف في ايه؟ ايه يا عيال الحلاوه دي؟ جمصه ايدي اللي احنا كنا بنصيف فيها. عشان تعرفي بس ياما، ابنك عاطف لما يتكتك ويمخمخ. اخرس انت يا عاطف. حاضر يا ماما. وبعدين عايزاكم تتصرفوا كده بتصرفات كويسه وتكونوا مؤدبين، مش عايزين الناس اللي هنا يقولوا علينا بيئه. ايوه الله ينور عليك، الناس اللي هنا لو شافوكوا اصلا هيطردونا من هنا. اخرس انت يا عاطف. حاضر يا ماما. واستنى نادي لك ابوك. انده ابوك. يا زينهم يا زينهم. ايوه يا وليا. Thank you.
أولية. إيه؟ منورة يا أولية. بنورك يا أخويا. والله العظيم قمر على البحر. اخلص يا زينهم. يخرب بيت أيامك اللي مش معدية معانا دي يا أولية. بتقول إيه يا زينهم؟ لا ده أنا بكلم عيالك مفيش حاجة. أوه بحسن. أحط الحلة فين؟ إيه فين الشمسية بتاعتنا دي؟ هي دي يا ماما. حطها هنا هون يلا. طيب ماشي. إيه يا ماما هي الحلة دي فيها إيه؟ اسم الله على مقامك، فيها شوية محشي وفسيخ. محشي وفشيخ؟ في شيخ هنا يا ماما؟ أيوة هنا، أمال ناكل في البيت ونوسخ وقعد أنضف وراكوا؟ فاضية أنا للتنظيف ولا إيه؟ لا فاضية نلف المحشي ياما. عيب ياض يا عاطف، إحنا ما بنوسخش ورانا. إحنا كل اللي هنعمله بعد ما ناكل نحفر فحرة هنا وندفن كل حاجة فيها، ولا من شاف ولا من دري. يخرب بيت أفكارك المنيلة يا أولية. في حاجة يا زينهم؟ مفيش، ده أنا بكلم العيال مفيش حاجة. ياما حرام عليكي فحر، إيه ياما؟ إحنا هنا مش في جمصة ياما. ياما معلش، الزبالة بتاعتك أنا هلمها في كيس وأوديها في أي مكان. وليك لمها في كيس؟ أمال إحنا نحط هدومنا فين؟ لا احنا نحفر على طول وندفن، ولا من شاف ولا من دري. لا انا مش قادر، انا استحمل اكتر من كده. بقول لك ايه يا حنتوسه؟ ايه يا بابا؟ انا مزنوق، مفيش حمام هنا ولا اي حمام. طب في حد شايفنا ولا اي حد؟ طب يلا بقى الاحسن، والله ما قادر. استنى يابا، هتعمل ايه؟ ايه صورتك هتتهز قدامي يا يا ابني؟ صورتي تتهز احسن ما تهز انا كلي على بعض يا منفعش اشوف. والله ما قادر اموت، منفعش اشوف الحاجات دي يابا. طب اعمل ايه؟ مش قادر. بس يا زينهم، في شجرة هنا على اول الشارع، روح وراها احفر فحرة واعمل اللي انت عايزه، ولا من شاف ولا من دري. خربت افكارك المنيلة يا اولية. ايه؟ مش قادر يا اخوانا. بتعمل ايه يا عم انت؟ عايز اعمل حمام دلوقتي. تعمل حمام هنا؟ اما لا اعمل فين؟ قولي. انت عبيط يا عم انت، وانا اقول له ان المية بيغير ليه؟ انا ما عملتش لسه يا عم. هو انا الصفون اللي في الشط ده ولا ايه؟ خد يا عم. انت يا عم ياما حرام عليك ياما، اللي انت بتعمله انت وابويا ده ياما. ايه ايه ايه؟ هتقعدي تقولي ايه ياما؟ حرام عليك. ايه حرام عليا ايه ياض؟ ما تتكلم ياما. حرام عليك، هتخلف ضحيتنا بجلاجل. ليه بلا جلاجل بلا حناجل يا اخويا؟ هو احنا جايين شفقه ولا جايين تسريبه؟ ده احنا جايين ودافعين قد كده هون في الشقه، واي واحد فيكم هيتكلم ملوش عندي غير الشبشب. ماشي. بقول لك ايه يا عاطف، ما تلم الموضوع بدل ما نتشمبر على الصبح. حاضر. لا حاضر حاضر. خلاص ياما. خلاص ياما، بس الله يبارك لك والنبي ياما ما تعملوا الحاجات دي هنا. طب ماشي خلاص يا عاطف. حاضر يا ماما. الله. جرايد مجلات مجلات جرايد جرايد. جرايد. إله يا رب تتشلع السرير يا اللي بتاخد مني التحرير. إله يا رب تعم الدور الرابع يا اللي ما تاخد اليوم السابع. إله يا رب تحبات محروق يا اللي ما تاخد مني الشروق. حد عايزني؟ أهو ده اللي غيظني. ألف شكر يا عمنا، مش عايزين منك حاجة. ليه يا أستاذ؟ الله، هو أنتوا لسه واصلين؟ يا عم لسه واصلين، وشكلنا هنقعد هنا يمت 30 سنة كده. ماني بنقوله كده برضك؟ اصل من شويه ما كانش لسه حد جاي القريه. جرايد؟ لا الف شكر، مش عايزين جرايد، واله يجي لك البواسير لو دعيت علينا تاني كتير. ايه يا استاذ؟ ايه ما تخلص يا اخويا، الواد قال لك مش عايز جرايد مترش. ايه يا حاج؟ الله بلاش نسترزقه ولا ايه؟ استنى يا اما همشي راجل كده ما ينفعش. خد هنا. ايه؟ ما تجيب جرنان الاخبار. اتفضل يا استاذ. احلى طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ اخبار وحشه. وحشه؟ اه. شوف ده بقى اخر صفحه تعجبك. اخر صفحه؟ اه. الله، برد وحش. ليه يا استاذ؟ الله مش عجباني. مش عاجبك ليه؟ مش عجباني وخلاص، انت هتكتر معايا. معلش يا عمنا غيره له. معلش اهو. امسك يا رب. ايوه كده. ايه الزمالك خد الدوري؟ لا ما خدش الدوري للاسف، ما خدش الدوري. وامسك بقى الجرنان بتاعك ده. الف شكر. بعدين يا استاذ، هتشتري ولا ايه؟ لا شكرا انا مش عاوز. ازاي يا استاذ ده بعد ما تصفحها مش عايز ياخد ولا واحد؟ في ايه؟ اوعى ياض، في ايه؟ الواد بيقول لك الاخبار مش عاجباه، مش تنقوا البضاعه اللي انتوا بتبيعوها. يا ساتر يا رب، الله يطلع لكم ضب. تبتدي عليا؟ ايوه. خد يا عمنا، خد يا عمنا. معلش يا اما انا اسف. معلش. تعالى يا عمنا اسف، انا هديك اللي انت. انا لبسته بالمتشقف. بص يا عمنا. ايوه اهو. خد يا عم الفلوس اهي، واديني كل الجرانين اللي معاك. اتفضل يا استاذ. الف شكر يا عمنا. الله يخليك.
الله يقفشكم باسم يوسف ياللي ما تاخد روزا اليوسف. الله هتتشل وما يلاقولك حل يا بعيد. انت ايش لك كل الجرايد؟ مع الفلوس دي ما انت مش تعبان فيها، مصرف زي ابوك. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي عطش. حاضر يا ماما. الله. اقعدي يا اخي. اهو ادينا عدنا مستنيين. أومات. ايه ده اخرس؟ غلبان. بسم الله ما شاء الله. ايه ده بتبيع عوامات؟ اوه النبي غلبان. غلبان؟ اوه النبي. لا حول ولا قوة. تبيع اي حاجة. تبيع اي حاجة؟ اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. طب العوامة الصغيرة بكام؟ 3 جنيه. ده انت عايز 100 بلقة على بوقك لانك راجل ظالم. طب عيك يا عبا. طب العوامة الكبيرة بكام؟ 6 جنيه. ايه الافتراء اللي انت فيه ده؟ انا هضربك والله. ابا ابا ايك بام. طب بذمة اهلك يا اكل، العامة الصغيرة دي بتجيبها بكام جملة؟ باربع جنيه. ايه ده انت بتخسر يالا. اوه اف الله، خلي الناس تغرق. خلي الناس تغرق؟ بايزين؟ بايزين بجد والله. الله. ايه ده بيجرقوا دول؟ اه طبعا. مخلومين؟ اه. بيجرقوا في البحر؟ حجبتوا تاعت. بيجرقوا على الشط ولا ايه؟ على الشط تموت. بيجرقوا الله. اموت على الشط. حطوه. طب الله يبارك لك. بص بقى. ايه؟ انا عايز 3 بيجرقوا جامد. ايه؟ ماشي؟ عشان ابويا وامي والنبي عايز اخلص منهم. قول يا قول يا قول دي عشان بيبي. قول دي عشان بيبي؟ قول. ماشي الف سم. بيجرقوا حلو ولا اي كلام؟ بأمانة الله. الله. عشان لو ما غرقوش هيبهدلوا. يا عم على ابو شكلك في ايه؟ ده انت عيل رخم صحيح. وعملوا لي عوامات او شكله يقرف الكلب. ده حاجه بجد. عطشت ولا ايه؟ ايه يما في ايه؟ في حاجه؟ لا يما ما فيش. يما عم انت ايه؟ يا عم يا عم يا ايه ده؟ هو انا لسه خلصت؟ ايه ده؟ ما خلصتش انا لسه. ما لسه استناك اما تخلص. ما خلص هناك احسن ما خلص هنا قدام الناس. هات يا عم الكرنيه. هات الكرنيه يا زوبه. حاضر. هو في حاجه ولا ايه؟ يا راجل غريب قوي لازم يشوف اهو يا عم. ما دام انت يعني واخد شقه وبتاع ما تعملش حاجات مش كويسه دي فيها ليه؟ يعني عايزني اوسخ الشقه؟ تع مغفل يا عم. يجري يا عم. خلص يا عم مش قادر والله. هو ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ انا قفشت الاستاذ ده واقف ورا الشجره اللي هناك دي في وضع مش كويس. ايه ده؟ ورا الشجرة في وضع مش كويس؟ بتتحرش بالشجرة يا زينهم؟ ده علاج بالأعشاب يا ولية ما تبقيش غبية. هتحرش بالشجرة يا ولية مجنونة ليه؟ استفاد ايه أصلا؟ يابا هينزلوا لك فيديو على اليوتيوب أبي فوق الشجرة. أمك دي بتقول أي حاجة؟ طيب شكلكم مستبحين زينا. زينا؟ زينا. ده أنت عسل بقى. معلش هقول لك على حاجة. أصل أبويا زي ما أنت شايف راجل كبير وعنده السكر. وأنا عندي الشيء. وأنا عندي وعد. خلاص. أنا عندي وعد معاك والله. أقول لك على حاجة أنا ماليش فيها يا عم. أنت لازم أبلغ عمارة. إيه؟ إيه؟ الإدارة. آه أوعى يدي يا عطش. خد ياض مد إيدك. جيب حاجة لعيالك. أنا مش متجوز. خلاص يا خفيف خليهم معاك لغاية ما تتنير وجيب لهم حاجة. أنت بتديني رشاوي ولا إيه؟ لا ده عايز يتربى. خش عليا يا عاطف. أنت تاكل 100 بلقة على وشك المكارتم ده. لا لا استناني بقى يا عاطف أنا هتعامل معاك. خد هنا يا عم الشاويش عطية. خد. هو أنت شارب حاجة؟ يا عم مش هنقول هتتكلم عادي اليوم. أوه. مستبح؟ لا انا اشربش خمر. انا جبت سيره الخمره دلوقتي. والله ما اعرف الترامادول شكله ايه. ولا جبت سيره الترامادول. على فكره حشيش في شيبناه. لا والله. دليل ان انا بشربه بقالي 20 سنه وما ادمنتوش. انت بتضحك ليه وانت باصص لي؟ وانا حشيش؟ ده عمري. استنى يا استنى اجيب لك حقك انا دلوقتي.
انا اقول لك على حاجه حلوه. ما تيجي بقى نطلع للمدير ها ونشوف حوار الحشيش ده مع بعضينا. لا خلاص والنبي والنبي، وبعدين حاج تعبان عينه عنده السكر. يا سلام، ما انا كنت ناطط من على السور من شويه. يا عم ما هي الشجر اللي لابسه عريان، وحتى الله تمشي على حل فرعها. على الله. اوعى يا زنب، هات ادي الخمسة جنيه. اتفضل يا حاجة، وال10 جنيه دي هدية مني ليكي، بس والنبي ما تجيبي سيرة عمارة عشان ماشي. زق عجلك يلا. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم. تياتروما تياتروما. جدع يا دي يا حنطوسة، ده انت عملت معاها سليمة يا امال ايه يا ما انا رهبان في الحاجات دي. شفت يا موكوس؟ انا بتكلمين انا اولية ولا بتكلمين مين؟ ما بتكلمش عليك، بتكلم على الموكوس التاني. خرب بيت اشاراتك اللي محدش فاهمها. عددي في حاجة يا زينهم؟ لا ده انا بكلم المرور. شفت يا دي عاطف يا موكوس؟ الواد اخوك الصغير خلص الموضوع وانت واقف لي زي النطع. نطع؟ قصدك على ابويا ولا انا يا ام؟ انا بتكلمش على النطع الكبير، بكلم عليك يا اخويا. ايه يا اما في ايه يا اما؟ هنقعد سنه بقى نحكي في قصه الشاطر الحنطوسه؟ هو انا شجره يا ابني؟ يا عيله غم يا منيلين. مالك يا زينهم في حاجة؟ مش مالي. طب تعالوا نقعد بقى على البحر ونبسط ولا ايه؟ ما انا مبسوطة اهو. يلا انت مبسوطة؟ انت نكد علينا وعلى. يلا يا ابني اقعد يا ابني. اقعد يا ابني اتبسط يا ابني، احنا بنيجي هنا غير كل فين وفين. يابا انا بحبك قوي يابا. يابا انا عايز اتجوز. عايز تتجوز مين؟ عايز اتجوز ام الخلول. ام الخلول متجوزة ومخلفة خلول. ما يقول حاجة تنفع تتجوزها. حاضر يابا. انا مش قادر يا جدعان والله. بابا ايه؟ ما تيجي نركب بيتش باجي. عايز ايه؟ بيتش باجي. احنا فقرا. احنا فقرا. ايه؟ احنا فقرا يا كلب، فقرا. احنا جايين هجري الساحل دي. استني لو اتكلمت يابا. يابا بطل ظلم يابا، انت مفتري. ما تفتري على امي يابا، انت بتفتري علينا ليه؟ نايل انت كمان. عيل طويل وقدي نايل على عينك. يابا هقتلك يابا. تضرب ابوك يا حنفي. ليه كده يا حنفي؟ ما تزعلش مني يا عم عبد السلام. يا حبيبي انا فقرا. الحاجات تتجاب. يلا العب في الرمله وتنايل اسكت. اقعد يا زينهم واخلص. ما احنا خلصانين. وانا قلت بده انتم شايلين لنا القرف كله على دماغنا. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي يا عطش. حاضر يا ماما. معايا هنا. محدش شافها؟ لا والله يا باشا. وديع انت بقيت بيها. شريهان شريهان شريهان. اصحى انت بقيت بيها قوي. جوفغزي ام بيزو ترامادول. نو سي امبوسيبل. سي امبوسيبل. المعاصر أفضل كتاب في الرياضيات بشهادة جميع الأساتذة. في إيه؟ What a wonderful day, my dear. فعلاً البحر عظيم جداً النهاردة. But why the flag is black؟ إيه ده؟ إيه المسلسل التركي ده؟ لا يما ده مش مسلسل تركي، ده الفنان سيد مكاوي الله يرحمه. حب حضرتك قوي. شكراً يا حبيبي. الأرض بتتكلم عربي. ايه يا
عم سيد ملك أبو سليم. ايه يلا انت هتسحبني ولا ايه؟ بحبك والله من زمان. امشي طيب امشي عشان في كورونا اليومين دول. امشي. حموه. صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا حموه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. في ايه؟ في عوق ليه النهارده؟ الموج عالي ومحدش هينزل البحر النهارده، معلش سامحني. طب خد بالك بقى لحد ينزل ويحتاج مساعدتك يا حموه. لا ما تقلقش انا مسيطر. احبك يا مسيطر حبيبي. وديع. طب استاذن انا بقى يا باشا لان واضح ان هي هتهزقك وشكلك هيبقى وحش قدامي. اتفضل يا حموه اتفضل. شريهان شريهان شريهان. اصحى. ايه الطريقه البيئه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ تتغي فالجاغ. تتغي فالجاغ. ميرسي بوكو امبيرو بنجر سكري. وات ذا هيل. وات ذا هيل. كراسه الاول خبره في وضع الامتحانات. في ايه؟ بس يا بابي الفستان اللي انت جبته لي اخر مره كل اصحابي كانوا هيجننوا عليه. بس نيه عشانك يا حياتي والله. جايبه عشانك مخصوص. بقول لك ايه يا دي حنتوسه، ما تشغل لنا كده حاجه نروق الجمجمه شويه. اه والنبي يا دي حنتوسه شغل لنا حاجه، احنا اول مره نيجي الساحل الشمالي. عينيا شغل يا ابني. قولوا بقى هم استغنوا. انا فرحان يابا. فرح يا ده اوعى تشيل هم يابا. ما بشيلش هم يابا. مالكش دعوة بيبي دي خالص. بتقول ايه يا زينهم؟ لا مفيش، ده انا بكلم السحاب مفيش حاجة. وبعدين هو انت صغير على الحاجات اللي انت بتعملها دي؟ يا ست سيبينا نتنين نتبسط في مصيف شوية يا ولية. عايز احس ان انا عايز اقعد يابا. تعالى اتبسطوا يابا. حاضر يابا. يلا. عارف يابا نفسي في ايه؟ نفسك ايه؟ نفسي اشوفك راجل مرة واحدة. تضغطش عليا، ما تضغطش عليا. عادي يابا في الجنة بقى. انت عايز تشوف كل حاجة؟ ما في الايه؟ في يوم الايام. بابا يوم الايام بقى. حموه. ايوه يا باشا. ايه يا كبير؟ بقول لك ايه يا حموه والنبي معلش. أيوة. فهم الناس دول ان هم مش قاعدين في مشطفة هنا. تمام؟ دبلاج محترم. ده غير ان ذوقهم بيئة قوي ومشغلين اغاني مش طبيعية، خليهم يقفلوا كاسة ده. حاضر سواني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عامل انا اسف يا عم. ايه يا عم حمو؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قلنا بتفك كاسه ده عشان الراجل مش عارف يقعد مع المدام. مفيش طفيان كواست يا عم. اتفك كاسه. مفيش طفيان كواست يا عم. في ايه؟ وايه هقع والله يا عم. اتفك كاسه تسمع الكلام. مفيش طفيان كواست وده اخرنا واللي عندك اعمله يا عم حمو. طب انده لحد كبير يا عم انت بتكلمه. ولا انت عارف لو ما مشيتش دلوقتي حالا من قدامي وشفت لك موقف تاني تقف فيه انا هعمل معاك ايه؟ هتعمل ايه يا وليه انت؟ انا مش هتكلم. انا هتكلم. انا شايف ابويا يبان هفا لكنه من جواه راجل. ما تبانش مش هتحسها في كلامه بس هي جوه. خشله قول له بقى يا انت تعرف سليمان الحلبي؟ ايوه عارفه. عارف مات ازاي؟ على خازوق. عارف مين جد المدام؟ سليمان الحلبي. لا جد المدام يبقى الخازوق. عرفت هنعمل فيك ايه؟ هنقعدك على جد المدام. من نفسك. اسفين. لا ده انا شوف ايه ده يا حلاوتك. ايه ده؟ او ايه اعملها تاني يابا كده. اول مره اشوفك راجل يابا. اه ده انت هتشوف البدع. حلو قوي دي يابا. لما اقول لك ايه، ما تيجي نروح شلالات في ياجرا. احنا فقرا يا كلب يا جدع. احنا فقرا العوام ملايين ناكل. بطل ظلم بقى يا ابا. بطل ظلم يا مفتري. ملايين ناكل يا كلاب يا جدع. ما تقول
بتقول حاجات. هقتلك يابا. تضرب ابوك يا حنفي. الحق اخوك ورا الخلف باب الخلف للاستاد. الحقه يا حنفي. يا حبيبي يابا. يا باشا العيله دي عيله لبش وكلها خوازيق، مش هنعرف نسلك معاهم. يعني ايه الحل؟ انا هبلغ الاداره. لا وتبلغ الاداره ليه؟ انا اعرف اتعامل مع الوطيان ده كويس. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الزفت على دماغكم يا عالم يا زباله. اذا سمحتم يعني بعد اذن حضراتكم يعني يوطي لمستوى المتدني من الاغاني الفاسده اللي انتوا بتسمعوها دي، عشان في ناس راكيه جنبيكم يا عالم يا واطيه. الراجل كله ذوق والله. ما شاء الله ما قالش حاجه غلط. فعلا فينا كل الحاجات اللي قالها دي. الراجل ده شكله محترم قوي يابا. ده ما هناش بلفظ. شكرا يا لطخ. العفو انا مش مستاهل كل ده والله. اعمل اللي هو عايزه يا ابني، اعمل اللي هو عايزه. اسف يا باشا، ثانيه واحده حضرتك، هنشغل حاجه رايقه تليق بدماغ حضرتك. شكرا. شغل يا دي، هنتص حاجه للمزه كده نضيف. شغل حاجه فرنسي، حاجه اجنبي بقى، حاجه فرنسي. ماشي يلا. I'll need you baby, I'll never do what you want, I'll never do what you need. Don't treat me honey. انا ابنك يابا، ابنك ابنك والله. يابا الراجل ده شكله هينفجر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حضرتك ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك ده؟ حضرتك شكلك من منطقة شعبي وابن بلد. انت منين سعادتك؟ انا من المطرية، من عزبة حمادة. من عزبة حمادة. ده انت عازم قرايبك كلهم بقى. ماشي يا عم، على فكرة انا منها يا باشا. فعلا؟ انا من المطرية، من عند الرشاح كده. ده طلعوا قرايبك انت على فكره. هم اصحابنا. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ده انت نضيف يا باشا. ايه ده؟ انت ابتديت ازاي بقى؟ انا ابتديت من البودره. اشتغلت افجر المهن في العالم. وعملت كل حاجه ممكن تتخيلها. وخنت ناس صحابي عادي جدا. عادي جدا. كنا نروح نشرب عصير عند العربي بتاع مصر الجديده ده، عارفه؟ عارف. احط لهم شطه في العصير. اشرب وارجع جنبيهم. قذر قذر يعني. لا باين على حضرتك ما تقولش، انا فاهم. الحمد لله. شكرا يا لطخ. ايه ده؟ ما تحترمنيش والنبي بقى اجير والله. انت لطخ يا ابني، لازم تحس بنفسك. في ايه؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني، اقعدوا اتبسطوا يا ابني على البحر. يلا يابا. يلا يا ابني. يلا يابا، ده الراجل ده ايه يابا ده؟ ايه الفن والحلاوه ده يابا؟ بس الكاسس هنا يابا. وديع. في ايه؟ ايه الطريقه البيئه اللي انت بترقص بيها دي؟ شريهان. شريهان شريهان اصحى. جي فيغوزي ان بيزو دريكسيون. شوفوا ليه افيون. شوفوا ليه ايه؟ افيون. طحالب بالسكر. تمام. سلاح التلميذ نظافه ريحه توفير. بس يا بيبي احنا هنروح الديسكو النهارده؟ عندي الضمه شد عليا والله. ما ايه راي سعادتك في الاغاني اللي كنا مشغلينها؟ لا دي اغاني زباله يعني. اتفرج بقى انا هعمل ايه في الكاسيت ده. اتفضل. يا المهلبيه يا بابا. المهلبيه نزلت الجمعيه يا بابا. المهلبيه جت في الجمعيه. انا عايز من ده يا بابا. يا بابا انت عايز من ده يا بابا. ها يا بابا. تاكسي بيار. حلوه. خلاص يا جماعه، في زومبي على البلاد. اي حد يجي يمسك زومبي هنا. في ايه باشا؟ مرات حضرتك حلوه قوي يا باشا. ما عشان كده اتجوزتها. متخلف. في ايه؟ مين اللي متخلف ده؟ انت وابنك.
ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا اقعدوا اقعد يا ابني اقعد يا ابني عادل يا ابني. في ايه؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ انت عشان غني يعني هتعمل اللي انت عايزه معانا ولا ايه؟ الحمد لله انا دوس عليك، كنت زي السوست يا ابني، طول ما انا دايس ما تضربوش في وشي. طب لما انت غني كده كنت تجيب شعر بدل ما انت سايبها كده. فين فلوسك؟ دي احدث قصه في الصين يا متخلف، دي قصه جيت لي. انت ايش فاهمك انت؟ انت بخيل اصلك، لو عندك انت جاي صحراوي ولا ايه الاسكندريه؟ لا جاي من طريق الشوك عشان انا عارفه وعارف طرقه كويس. انت عارف انت بتحلق فين؟ بحلق فين يا اخويا؟ بتحلق عند الجنايني، بيجيب مكنه جز الحشائش ويخرط في دماغك. انا عارف الحلقات دي. طب ما تكلمنيش بقى بعد كده غير اما تقلع الخوذه بقى. يلا الله يابا. حلو قوي يابا. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نروح ديسكوتيك. دي ايه؟ ديسكوتيك. احنا فقراء يا كلب. اقول لك احنا لاقيين ناكل. انا كل مره كنت فقراء يا اخي. يا اخي فقراء يا اخي. لاقيين ناكل. معلش انا اسف، هو عايز يروح فين؟ بديسكوتيك. ما قلت لك الضمه شد عليا يا اخي. في ايه؟ قدموا يا باشا قدموا. انتوا فقراء يا ابني. هتقرفونا؟ شكرا يا باشا. عودوا يا ابني عودوا ببستوا بالميه. ياه يابا ايه ده؟ مواقف الرجوله في حياتك قليله بس حلوه. ما تخلص اجي عطش. حاضر يا ماما. الله ايه ده؟ حرام عليكم، ايه الشط الزباله اللي انت جايبنا فيه ده يابا؟ اقعد يا ده احلى شط ده. الواد ده فرقة رضا على فكرة. فريسكا فريسكا فريسكا. ايه الهطل ده؟ انت يا ابني مش اخرس يا ابني؟ يا ابني ده اخويا التوأم. ايه ده؟ انتوا اتنين واحد اخرس واحد بيتكلم؟ ايوه يا عم عادي بتحصل فيه. طب بتبيع ايه يا عم؟ ببيع فريسكا. ايه ده بجد والله؟ الفريسكا السجارة بكام؟ 6 جنيه. طب اضربه بالشبشب على بقه ده ولا اعمل بقه بايظ؟ في ايه يا ابني؟ يا ابني في ايه؟ انت ظالم زيك زي اخوك بالظبط. لا يا عم في ايه؟ الفريسكا الكبيرة بكام؟ 6 جنيه. يلا والله انت ظالم قوي. انت مفتري يلا. انت الاهبل. ايه في ايه يا عم؟ في ايه؟ انت واخوك هتجننوني. ليه؟ اخوك اخرس وبينطق الارقام وانت بتتكلم واخرس في الارقام. ايوه يا عم اخويا مادي، انما انا انساني. انساني بقى من دماغك يا ده بتاع الفريسكا. تعالى هنا. اصبر يا وليا. شاوي. ايوه يا باشا. شوف المدام. ايوه شاوي. ايه هتنيني؟ شوف الواد المنكوس يسيبني ويروح للمنيل على عينه ودين الاربيه. هربيه شوقي. أيوة. هاتلنا زي كل يوم. احلى حاجه ليكوا. اتفضل. هات حبه من الطفح ده اللي انت بتاكله لي. والله ما عارفين بناكل ايه. حاضر يا باشا اتفضل. ايه مش هتدفع ولا ايه؟ لا اديك انا يا حبيبي. ربنا يخليك. خد يا شوقي سابق حاجه اهو. ماشي يا باشا. انت ايه ده بتاع فريسكا؟ ايوه يا وليه جاي لك فيه ايه؟ الله انا ياد مش اديتك حس الاول؟ ما الباشا ناداني ما اقدرش اعصله. ايه يعني ايه الباشا ناداك؟ هو احنا مش بني ادمين وبالنادي برضك ولا ايه؟ انتوا على دماغي يا هانم. عايزه ايه؟ عايزه زيهم. انت عارف هم خدوا ايه؟ ماليش دعوه. عايزه زيهم يا عم. عايزين فريسكا زيهم. هات هات حبه حلوين كده. خدي. هات اتفضلوا. هاتي فريسكا يما والنبي. امسك ياد فريسكا يما قبل ما اموت. بكام دول؟ 30 جنيه. كام يا عاطف؟ 30 جنيه يما. ليه 30 جنيه؟ هو كده. مفيش هو كده. هات. استنى اشمها الاول. ولا حد. طهقتيني. اخرس هات يدك. لا يما كملها. هبوظها يما. بوظها. خدها. هبوظها له خالص. هجيبها من مصارينك. ها يا ولاد بتفصل افترا يا ولاد. كل انت يا حنتوس. امسك يا. انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا بتديهالي بعد ما كلتوها؟ احنا كلناها كلها. لا احنا كلنا قد ايه منها؟ ربعها. يبقى تاخد 7 جنيه. وليه وليه 7 جنيه كتير؟ هي 5 جنيه مفيش غيرها. انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه العالم دي؟ ايه؟ ايه انتوا مجانين ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت شغال من الصبح لوك لوك ويك ويك انت عايز ايه مننا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا وقعت فين يا جدعان؟ وقعت في جهنم يا خفيف.
لا ده احنا اسكندريه وناخدكوا على القمه. ولا تعرف تعمل حاجه. يعني ايه؟ ايه اللي بيعني ايه؟ ايه يا وليه؟ إيه؟ متجوزه هفق. بتقول حاجه يا زينهم؟ انت فاكره النفق اللي انت كنت مزنوقه فيه وانا طلعتك؟ فاكراه؟ فاكراه. اهبط يا زينهم. ايه؟ اهبط. اهبط. انا رايح المدرسه. ولا حنتسى. ايوه يا ابني. ايه رايك ياض نحفر فحره هنا وندفنه فيها؟ ولا من شاف ولا من دري. لا انا عندي فكره احسن من الفحره. ايه؟ احنا نحطه في قلب صندوق الفريسكا. ونمشي نبيع بيه في قلب البلاد. مش كعور ياض. ايه ده يا باشا؟ الحق يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه بتفتروا على الولد ليه؟ وانت بتحنق له قوي كده ليه؟ كانش ابن خالتك؟ كانش ابن خالتي. طب روح انده الراجل بتاعك اكلمه. يلا. مفيش رجاله. مفيش رجاله؟ لا مفيش رجاله. امال ده ايه؟ خيار البحر ده ولا ايه؟ خيار بحر. بالراحه على الواد. بالراحه على الواد. ده انتوا قلالات الادب. قلالات الادب؟ طب والنبي ما هتكلم. تعالى يا زينهم كلمه. في ايه؟ في ايه؟ انت داخل الشاطئ ده 5% ولا ايه؟ انت عايز ايه؟ في ايه؟ مالك انت؟ احنا اتكلمنا. انتوا اتكلمتوا ايه؟ مين اللي كلمك وهزقك؟ مراتك. تبقى تضيع بالجزمه. مالناش احنا ده. احنا عملنا حاجه؟ والله يابا ما عملنا حاجه. احنا بنتشتم على طول. احنا نهبط مكاننا وخلاص. لا ما تهبطش. لا بس انا عارف علاجكم ايه. انتوا امن المترو يجريكوا يا زباله. هتشوف القميص اللبني دلوقتي تبقى عامل زي عايزه فوق يا طالبه وتقعد تسيب كده. يا سلام يا سلام. احكي له على جدي. انت تعرف سليمان الحلبي؟ جد المدام اللي حلبه. تقفلتها لي يعني؟ بفكر لك فيها من 4 ايام هنا. قاعد اشوف اقفلها لك ازاي. ماشي. حاسبني انا يا باشا بقى. هحاسبك يا حمو يا حبيبي. يا شوقي. ما تجننيش. خد يا شوقي. ربنا يخليك يا باشا. ساب الحاجه دي وودي صفاء على المطبخ. ماشي. ماشي. ايوه كده هو. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. انت كده صايع. انا مش وانت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ يلا اتكل على الله. روح اقعد معايا. تعالى. ده المظلوم في الكوكب كله والله. لا بجد حاجه دريكسيون خالص يعني. بقول لك ايه؟ هات رغيف عيش. خدي. شم ياض يا عاطف. الله يما عنتانا. مصدر قوتي. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ورحمه ابويا دول عملوا بيبي هنا دلوقتي على البيت. بيبي؟ لا يا حبيبي ده اسمه فسيخ. اسمه إيه فسيخ؟ ايوه اسمه فسيخ. يلا بالطبق الطاير اللي في دماغك ده امشي من هنا. يلا يلا. ايه ده؟ يا ناصر. إيه عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ ما تسكت. انا مش ما تشوفه مركبه ايه في دماغها دي؟ انت عشان غني هتقعد ساكت. ايه ده؟ ايه الفسيخ ده ياما؟ دي فسيخه دي؟ ايوه. هي دي الفسيخه اللي انا جبتها لك مع جهازك؟ ايوه هي. دي فسيخه عن خامون دي يا ولية. ده انت ده امك اصلها تعشق النتانة. تلاقي مجاري مضروبه امك موجوده. بلاعه مفتوحه امك تحت بتصلح في المواسير. هايله في الموضوع ده. ما تهدى يا زينهم كده. قول هديت. انا هديت. ما اكيد بتعشق النتانة. هي يعني متجوزه محاسب في بنك يابا. ما تلم تنتون على تن. قول له يا عطش. خلاص بقى يا ماما. اخرس ادي يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. صلي على رسول الله. كله يركز معايا يا باشا. اشتري لابنك مايوه العصفورة المتوحشة. اشتري لحبيبتك مايوه الرغبة المتوحشة. وعملنا البحر طحينة وكتبنا عليها سمينة. من فوق الموج عدينا ولا حاجة تأثر فينا. وهقول لك حذر فذر. اسرح بس اوعى تفك. ايه ده ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رأيك؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ ايه؟ ايه ده انت هتقع ولا ايه؟ في الساحل الشمالي احنا اهو خلاص. انتوا مش بتروحوا جمصه؟ ايه اللي جابكوا الساحل؟ ما خلاص بقى راحت جمصه وراحت ايامها ولياليها. يبقى ورثتوا يا؟ لا مفيش. ده الرحله دي كسبناها. في ايه؟ في كيس شيبسي. ازاي يا؟ اه والله ابويا كل الكيس لقى الكبوت. لا بس باين عليكم برضو مناظركم جمصه. لا يا عم. شفت الميه هنا؟ البحر هنا ميه مش زيت زي اللي في جمصه. هنا دلع. بص الناس هنا تعرف هنا لما بيصطادوا سمك بيطلع بالسلطه؟ ابني غنى احنا مش عايشين. انتوا هتشوفوا هنا العجب والله. الحمد لله والله العظيم فرحت اني شفتك قاعد يا سيد. بس بس
اسمي السيد هنا. امال اسمك ايه؟ انا اسمي جمال كوتونيل. كوتونيل؟ خد طعمك في كيسو، ادخل اوضتك وقيسه وقول في السكرتة كوتونيل ستر وغطا. راح صح. لا والله وحشني. انت عامل ايه؟ مين العيلة الزبالة دي؟ خافش يابا هرد يابا. العيلة الزبالة دي عيلتي. انت يا بتاع المايوهات. ثواني نشوف الولاية الخرفانة دي. الولاية الخرفانة دي تبقى امك. لا امك على نفسك ثواني بس. ايوه يا حاج. بقول لك ايه؟ عندك مايوه شرعي؟ ليه هتعومي في الازهر برك؟ الكلام ده في جمص يا حاج، عبايه لف وتاخدي غطس، حله محشي وورق عنب وتقعدي تضربه. ايه ده يا عم؟ انت بتضحك دمك دي. ده انت لذيذ قوي ما شاء الله. يا نهار ابيض، انت عايز ايه يا وليه؟ عايز اجيب مايوه انزل البحر. هتتوبي امتى؟ هتتوبي امتى يا وليه؟ انا كنت اعرف واحده جابت مايوه قطعه واحده وطلعت على الساحل الشمالي وقالت ما حدش هيشوفني هناك، واول ما نزلت البحر ماتت 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 ماتت. ايه ده يابا؟ انت يا وليه تنزلي البحر الناس ذنبها ايه تشوفك بالمايوه؟ انا ماليش نفسي يعني انزل زي الناس. اوعى يابا تخليها تنزل يابا. يابا استرجل مره واحده يابا. يابا انا حاسس ان انا عجزت وانت مش عايز تبقى راجل. المهم مش مهم. امال ايه المهم في حياتك يا انسان؟ الام هي كل حاجه. يعني انا عايز افهم الناس هنا جايه الساحل ليه؟ مش جايه عشان تنزل البحر؟ لا جايين يتسحلوا. ساحل ساحل. ما تضايقناش بقى يا وليه بقى مايوه. نعيم ايوه ثواني اشوف استاذ حسن كامي واجي لكم. بس طلباتك يا باشا، الشمس حلوه النهارده. مش قصتك، شوف المدام. طلباتك يا مدام. ازيك يا نعيم؟ عامل ازيك؟ معاك ايه النهارده؟ معايا مايو قطعه، مايو قطعتين، مايو ثلاث قطع. ثلاث قطع ازاي؟ بشراب كوره كده عشان الاناديل ما تقرصش في رجلك. بص الاشكال ده الاناديل وهياكلوها دول. طب الحاجات دي منين؟ مستورده ولا ايه؟ دي كلها مستورده، دي والله من العتبه كل الحاجات دي. ميدان العتبه بره. خد الحاجه دي كلها يا نعيم ووديها على المطبخ. وابعت صفاء قبلها على المطبخ. اوكي. طب ما انا ابعت صفاء اوضه النوم وننجز بدل المطبخ والجو ده. ايه ده؟ ثانيه بصي لي تاني كده. ايه ده؟ ده انت حوله. وايه اللي انت لابساه في دماغك ده يا ماما؟ انت عندك ماتش غسيل النهارده ولا ايه؟ نعم. واو واو. خد تعالى عم جاكسون، تعالى تعالى حبيبي. أبي يا حبيبي لا هتعمل لي عبيط. فين إيراد النهارده؟ أيوه اخلص. فين الإيراد؟ في جيبك؟ كام؟ 50 جنيه. إيه؟ أنت هتشتغلني يا ابني إيراد؟ مش 50 جنيه يا بابا. مش 50 جنيه يا ابن الأرانب. يا ابن الأرانب؟ أنت في الشتايم بتبين كلامك؟ هات يا ابني الفلوس. أيوه كام؟ 60 جنيه. 60 جنيه؟ طب حلو كده، اتكل على الله. عايز تاكل؟ تاكل ايه؟ فول. فول؟ تاكل فول. امسك خد جنيه هات فول. وطعمية؟ ده انت نزيه بقى. كلتها في الثانوية انا الطعمية دي. امسك خد جنيه هات كمان طعمية. بابا غنوه. بابا غنوه. انت جاي تتدلع هنا؟ مش هحقق لك كل احلامك انا. نص جنيه اخر نص جنيه. امسك. عايز حاجه تاني؟ انت بتاكل. انا مش هاكل. انت معلم. انا المعلم. طب اكل ايه؟ كبده اسكندراني. كبده اسكندراني. صدق اسكندراني. صدق اسكندراني. سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني. بكام يا دي الاكل ده؟ بألف ونص. ليه 1500؟ بغيرة. صح، طالما هتجيب سمير الاسكندراني ب 1500. زود الفلفل على سمير بقى اهو. ابا شاطر. نعيم يا نعيم. ربي عندي البحر انا معايا. ما تنساش موضوع صفاء تبعتها على المطبخ. يا سلام من عينيا. انت بتقول له ايه بقى؟ بتقول له يبعت لك صفاء على المطبخ؟ بقول له ابعت لي صفاء على المطبخ عشان بتفصص البسله. احسن واحده تفصص بسله. انت هتستهبل بقى، ده انا ياما قفشتك مع خدمات وشغالات في المطابخ. شريهان 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 اصحى. جي في غيزي ام بيزو
طحالب بالعجوة. كرواسون بديمان باتوسة ليه؟ باتنين جنيه فين وتوم من اسطنبولي. ارتحتي كده؟ مندل في علم الأحياء. غبية بتضيعينا كل مرة. بس انت عارف ان انا بحبك يا بيبي صح؟ انا عارف جدا والله. انت يا بتاع المايوهات. ايوه يا حاجه. تعالى هنا هو. ما انا هقعد اتنشور ما بينكم خير. ايه وريني البضاعه يا. مفيش بضاعه خدتها كلها الهانم. خدتها كلها ايه؟ هي عايزه ايه؟ هي بتكدني ولا بتغشني ولا عايزه ايه بالظبط؟ اهدي 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 بس ده انا يا سلام اجيب لك احلى طلبات ليكي مخصوص، حد يتنرفز في يوم حلو زي ده؟ الشمس جميله والدنيا والشماسي يعني دقوا الشماسي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي على البلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي. دقوا 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 الشماسي، دقوا 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 الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي على البلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي. شمس واحلى شمس واحلى شمس جايين على رمي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الخير صباح الخير. اهلا وسهلا. مين الواد امين يا عم انت؟ تعالى انت واقف بعيد ليه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مين منورين. مين الباشا ده؟ مش عارف، ده اول مره يجي شكله، بس شكله راجل محترم. انتوا بادينها كده. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا باشا. اهلا، انت مين حضرتك؟ انا حمو الغطاس بتاع الشط. انت حمو؟ ازيك يا حمو؟ صباح الفل. اخبارك ايه؟ كويس؟ تمام والله الحمد لله. برافو عليك يا حمو. النهارده جو جميل قوي والبحر ناعم حصيره والسماء صافيه جميله، يعني فعلا يوم هايل يوم هايل. لا بس في حاجه وحشه. ايه؟ الموج عالي وفي نوه هتحصل دلوقتي. نوه وانا موجود؟ آه. ده كلام فارغ، كلام فارغ يا فرفر. أمرني يا باشا. تعالى أمرني يا باشا. أهلا وسهلا. أهلا يا باشا. بيقول لك في نوة جاية تبوظ اليوم الجميل ده، معقولة؟ لا يا باشا ما تصدقش. ثانية واحدة. بيقول لي دلوقتي. لا ما تصدقش يا باشا. اتصرف يلا. اتصرف يا باشا. ألو مين؟ الأرصاد؟ مين؟ بوسي. ازيك يا بوسي؟ الفيو عبلاج هنا هايل يا بوسي. ايه؟ لا سيوفي باشا جاي النهارده عشان يستمتع بالبحر. جاي ايه؟ قول لها جه خلاص جه. سيوفي باشا جه يا بوسي فعلا. طب حاولي تتصرفي ارجوك. حاولي ايه؟ تتصرف تتصرف. اتصرفي يا بوسي، انا واثق فيك. يلا سلام سلام. ايه الاخبار؟ النوة اتلغت يا باشا. خلاص مبروك، النوة اتلغت يا جماعة، اللي عايز يستمتع بالبحر ينزل يستمتع بالبحر. النوة اتلغت؟ ده انا ما كنتش مذاكر غيرها دي. ده في سنة كام؟ في تالتة نووي. بس ما تقلقش، خلاص تقدر تستمتع وتنزل وتبلبط في المية زي ما انت عايز باللبس العجيب ده. اهلا وسهلا يا فندم. ما تاخدش معاهم يا مومبي، يعني ما تاخدش معاهم في الكلام قوي، لان ده نص كنافه نص قشطه، مش فاهم حاجه. هم الناس البيئه دايما كده، بس انت لازم تتعامل معاهم وضع طبيعي، ما دام اتجمعتوا في مكان واحد وضع طبيعي ان انتوا تتعاملوا مع بعض. اعرفكم بنفسي، سيوفي ابو السيوف، عايش طول عمري في امريكا، اتعلمت في امريكا، درست في امريكا، عشت في امريكا، اكلت في امريكا، شربت في امريكا، واتعلمت هناك البيئة، عشان كده جيت للناس البيئة اللي موجودين هنا عشان أعلمهم إزاي يعيشوا. يعني حضرتك عايز تقعد هنا ولا هنا ولا تلعب في الرملة؟
العب في الرمله، جاي المشوار ده كله عشان العب في الرمله، انا هنزل الميه دلوقتي، بس انا عايزكم تستمتعوا، يعني كل واحد فيكم يستمتع، بس معلش انا اسف، انا شامم ريحه مش مظبوطه. الناس دول عملوا بيبي من شويه. لا ما افتكرش، انا عارف ريحه عارف الريحه دي كويس يعني. لا لا لا، دي ريحه حاجه تانية. انا قلت من الاول ان دي ريحه فسيخ. فسيخ؟ ياه ما سمعتش الجمله دي من زمان جدا. كانت ماما الله يرحمها بتجيب الفسيخ في البيت وتقعد تفسخ بقى في البيت والريحه تضرب في الشارع كله. عشان كده احنا في امريكا عملنا فسيخ من غير ريحه وعملنا فسيخ من غير فسيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا عرعر عرعر، امرك يا باشا. ما شاء الله ما شاء الله يا دخلة. طب تاني والنبي تاني. يا عرعر عرعر، امرك يا باشا. ايه ده؟ ده اكتر من التسقيف بتاعي. استنى. خلاص يا عرعر مش عايز حاجة. عرعر الناس متضايقين من الريحة اللي موجودة دي، معقولة؟ أمرك يا باشا. يعني شوف أي اسبراي، رش أي روايح، معطرات، يعني اتصرف. عايز البلاش كله يبقى ريحته أهلا وسهلا بخير. عايز البلاش كله ريحته حلوة، اتفضل. حاضر يا باشا. اتصرف، ده دوره خلص. أهلا وسهلا، أنا حضرتك استمتع، حضرتك استمتع، أنا هقعد ورا، اتفضل. بس يعني كلمونا بطريقة مش كويسة. ضايقوك يعني يا باشا؟ إحنا طبقة محترمة في المنشأة. إيه؟ نعم. إزاي يتكلموا معايا بطريقة مش كويسة؟ حضرتك أنا مش فاهم. أنا ناس من عيلة اللي تحت، مش من عيلة اللي تحت، يعني إيه مش فاهم؟ يعني شتمنا قدامك دلوقتي، حقنا ما جاش يعني. يعني الراجل ده شتم حضرتك؟ اه علينا كلام مش يليق بالطبقة اللي إيه ده؟ إيه ده؟ هو أنت عامل قنصل النمسا ليه؟ واقف إيه في إيه؟ إن إحنا ناس إيه اللي لا كلمونا، إيه ده؟ ناس مهذبة، ما ينفعش الباشا. مين اللي ناس مهذبة؟ إحنا مفروض يعني. مفروض لكن مش حقيقي يعني. اتفضل حضرتك، اتفضل اتفضل حضرتك، استمتعوا بالبحر من غير ما تتخانقوا يا جماعه، معقوله؟ انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد، لازم تتعاملوا مع بعض، ما ينفعش كل واحد يبقى مختلف مع الثاني. اتفضلوا استمتعوا استمتعوا. يا سلام، هي دي الرجاله ولا بلاش؟ الراجل برنس في نفسه كده وبيتعامل معانا زينا زيه. طب احترمي نفسك عشان انا قاعد جنبك. ايه وايه يعني قاعد يا زينهم؟ وايه يعني؟ ما انت ما تعرفيش في الاصول حاجه. انا جايبك من ورا الجاموسه. اه والله جاي من ورا الجاموسه. بتقول حاجه يا زينهم؟ اه والله. تتكلم بامانه يابا. بابا ايه؟ عايزين ناكل بلح باللبن. انت ليه طلباتك بتاعت اغنياء ليه؟ ياد حرام عليك ياد بقى يا، وخلاص بقى يا ماما هتفضحونا هنا والله. اخرس ياد يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. ازيكم يا بهوان؟ لو سمحت بعد اذنك. ايوه انا اعرف حضرتك، مش حضرتك اللي كنت بتدخل تقول ني 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 يلا مش هقول حاجه انا خلاص. قولها وانت وراك غيرها قولها. انت يا شفت بتاع المايوهات؟ ايوه يا هاني. وريني البضاعه اللي معاك ياض. معيش بضاعه انا، البضاعه دي كلها للهاني. نعيم؟ ايوه خدامك يا هاني. لا لا لا، هو انا كل ما اندهك هي تندهك؟ لا انت عارف ياض، لو ما وقفتش دلوقتي كده وريتنا انا البضاعه واديني لقفلك انت واللي يتشدد لك. انت فاكراني جوزك يا عم؟ اتكل على الله. احترمي نفسك يا ست انتي واتكلمي عدل.
ما تقفي انت الاول عدل يا حبيبتي وبعدين انا اتكلم عدل. طب على فكره بقى يا حبيبتي مش كل الطير اللي تتاكل لحمته. وين لحمته دي يا حبيبتي؟ ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، ما يصحش كده. معقوله انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد لازم تعرفوا تتعاملوا مع بعض؟ ما دام مش عارفين تتعاملوا مع بعض هتضطرونا نقسم البلاش. ده حاجه انا اتعلمتها وانا في امريكا عشان الناس ما تختلفش، نقسم البلاش الجزء ده والجزء ده. هاتوا لي الحواجز عرعر فرفر، هاتوا لي الحواجز انا هتصرف. ما تقلقوش، ما تقلقش يا باشا. اوكي يا ماما. مدام مين حضرتك؟ مدام شريهان. شريهان اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، ما شفناش حضرتك من وقت الفوازير ما شاء الله. اهلا وسهلا يا شي يا شي. اهلا وسهلا. ايوه الحاجز ده حضرتك ما حدش هينفع يعديه، والحاجز ده ما حدش هيعرف يعديه. الجزء اللي في النص ده عشان نراقب لو اي حاجه حصلت واي حد خالف المكان بتاعه. كده انتوا اتقسمتوا خلاص. احنا بنعمل ده كله عشان مصلحتكم يا جماعه. ماشي. لا 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 لا، المكان ضيق جدا، ده كده اوفر قوي على فكره. يعني عايز ايه؟ عايزين لو كده نقوم نروح الفيلا بقى نقعد براحتنا. انا لا يمكن اروح واسيب لهم المكان يتمتعوا بيه لوحده. نقعد هنا وسط البيت بيه بقى. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ وديني يا ده عدل، يلا انا عايزه اتخانق معاه والله هجيبك من شعرك افركه. في ايه؟ يا ده احنا نكعور جرايد ونهدفكم بيها. لا مش سهلين يا جماعه، مش هينفع كده. يعني بالرغم من ان انا قسمتكم برضو بتختلفوا. ما انت يا اسطى مش شايف بتقول ايه يا اسطى؟ بعد كل الدراسات اللي انا عاملها وتقولي لي يا اسطى؟ عموما بما اتفضلي حضرتك. ايه معلش، دول اصلا مش بني ادمين. مش بني ادمين؟ اه حضرتك هما فعلا مش بني ادمين، وهما ناس رعاع وانتوا عليه القوم، بس لازم تتعاملوا، ولما تتعاملوا من ورا الحدود. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. احنا هايم، احنا بقر ونازلين من على الشجر. ما بلاش حكايه الشجره دي، ما انا عرفت قال يعني بترويها، ما انا عارف. اتفضل حضرتك، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. الحدود كده هو هتعمل مشاكل اكتر، يا ريت نضيق الحدود. عرعر فرفر اتفضلوا، ضيقوا اكتر اكتر. ما تلفها على وسطي يا ابني. كده شكل القرد اللي في الجنينه. خش جوه لو سمحت. حدودك ما تطلعش دماغك بره حدودك. رجلك يا هانم، رجلك بعد اذنك. لا انت هتتمطع. انا اسف، معلش. اسف ايه؟ رجلك لا اهو. ايه؟ انا تخين. دي مفاجاه. دخل عمو سلامه يا عمى. دخلوا لي الروايات كلها في بعض. رجلك جوه لو سمحت، رجلك جوه بس، حدش يقرب. كله كده اهو، كل واحد يلزم حدوده. لا مكان بقى ضيق قوي كده. ايوه بس بتاعك، مكانك ضيق بس بتاعك. صح. اتفضل حضرتك. يا وديع. عايزه ايه من وديع؟ اتهدى شويه، انا لو خرجت دماغي القناصه هيضربوني. يابا ما تتكلم مرة واحدة يابا، هو أنت راجل جرافيك؟ طيب يا عم اتكلم يا عم. اتكلم أنا إيه يابا ده يابا؟ اتكلم. يلا نمشي. يلا بينا. إحنا عندنا فيلا بدل الشيشة اللي إحنا قاعدين فيها دي، عندنا فيلا تلمنا. يا جماعة ما أنتوا كده بتعدوا حدودكم يا إخوانا، كده عديتوا حدودكم. لا لا يلا. حدود إيه بس يا عم؟ عامل لي فيها دماغ أمريكاني وأنت دماغك طلعت صومالي. يلا يا عطش. يا جماعه ما يصحش كده. يلا يا شريهان، احنا نبيع الفيلا الزفت دي ونشوف لنا مكان انضف من كده. معقوله تبيعوا الفيلا؟ معقوله يا جماعه؟ هتروحوا جمصه؟ معقوله هنروح جمصه؟ ماشي براحتكم. مع السلامه. مع السلامه يا جماعه، ما يصحش كده يا اخوانا، ما ينفعش كده يا جماعه، عيب كده يا اخوانا. 100 100 يا معلم. 100 100 هو ده الشغل يا معلم. 100 100. دول كانوا اخر عيلتين في القريه وخلاص. حلو قوي. العربيات النقل جاهزه؟ جاهزه يا باشا. حلو، العربيات تخش دلوقتي، الفلل اللي موجوده في القريه كلها تتفتح تتفضى، تتعبى العربيات وخدوها على المخزن. والله العظيم انت معلم كبير. نعلق الرايه السوداء، ندخل العيال دي يعملوا عليهم نمر وحركات، نخش احنا نحط حدود ونكوش احنا على البلد كلها. ده انت معلم كبير والله. امال ايه يا ابني؟ ما متعلم منين يا ابني؟ متعلم منين؟ اهم حاجه هنخلص ده هنا، نطلع القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها. القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها.
مال يا ابني نسيطر ازاي ما دام ما حدش بيوقفنا عند حدودنا؟ نسيطر براحتنا. يلا بينا. يلا بينا. استنى عندك يا سيوفي باشا. ايه ده؟ ليه مستعجل ليه؟ ايه انتوا ما رحتوش جمصة ليه؟ ما هي جمصة قفلت. طب ما رحتوش راس البر ليه؟ راسها اتقطعت. احنا جينا هنا. يعني خير، ايه اللي رجعكوا تاني امال؟ ما قريتش جرايد النهارده يا سيوفي باشا؟ الجرايد. الجرايد اللي انت بعتها لهم. الله، دي صورتي. صورتي وانا لابس ازرق. يا دي صورة جميلة على فكرة، دي لما كنت في مؤتمر بتاع مش عارف ايه. بتاع سجن تورة صح؟ لا مش دي صورة سجن تورة، التانية عليها رقم الموبايل كده. لا مش دي، مش دي. بس الصورة حلوة قوي. جميلة والكلام أجمل. إيه؟ مكتوب نصاب وحرامي وعامل فيلم علينا وحوار. الله 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 الله، يا جماعة يا جماعة، إيه اللي أنتوا بتعملوه عليا ده؟ معقولة؟ ده أنا فاضل كده حاجة واحدة بس. يخش واحد يقول لي انا فلان الفلاني المقدم فلان الفلاني ويقبض عليا، هو ده اللي انا مقدم فلان الفلاني. كنت في مباحث الاداب ولسه متحول لمباحث الشواطئ. بقالك قد ايه؟ 8 سنين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كده كملت بقى، كده يبقى كملت، ملناش حجه. بس مش معقوله يعني حضرتك هتقبض عليا انا والعصابه بتاعتي لوحدك؟ لازم يكون معاك قريبك الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي. والشباب الاسكندراني اللمه دي لمه رجال.